مايكل سكوفيلد رجع للسجن تاني، لكن المرة دي هو في واحد من أبشع السجون في العالم. لينكون أخوه الكبير كان قلقان جداً عليه، وراح للسفارة عشان يشوف الموضوع بتاع أخوه وصل لفين. ولما سأله موظف السفارة عن المكان اللي محبوس فيه مايكل، قال له إن موجود في سجن سونا الفيدرالي. لكن أول ما الموظف سمع الاسم ده اتسمر مكانه وهو مصدوم، وقال له إن السجن ده ما بيروحوش إلا الناس اللي مش عاوزينهم يخرجوا منه تاني، لأنه مسجون فيه أخطر المجرمين اللي مفيش ولا سجن قبل ياخدهم عنده. ومن فترة حصلت فيه أعمال عنف وشغب، وعشان كده انسحب الحراس من جوه السجن وسابت المساجين يقتلوا في بعض، واللي بيدخل هناك مش بيخرج تاني إلا وهو ميت. بس انت لما تدخل عندنا القناة لازم ما تخرجش إلا وانت عامل اشتراك ولايك على الفيديو عشان تقدر تشوف كل فيديوهاتنا اللي جاية. فيلا بسرعة انزل اعمل ده وتعالى عشان تبدأ معانا أحداث الجزء الجديد. في السجن كان بيحاول مايك يفهم الأوضاع جوه، لكن كان واضح إنه مش هيقدر يعيش هنا كتير. وفجأة شاف وهو واقف بعيد الحارس القديم بتاع السجن بيليك، وهو شبه عاري وبيمشي في السجن مضروب في كل حتة في جسمه. ولما حاول يطلب من واحد من المساجين انه يشربه شوية مية اهانه وقال له لو عايز تشرب يبقى توطي تشرب من المية اللي في الارض. ولما جاي يعمل كده غرقوه بالمية القذرة وسابوه مشيوا. فجأة اتجمع الناس في وسط الساحة بتاعت السجن عشان واضح ان في خناقة هتبتدي، ونزل الاتنين المتخانقين دول وبدأوا يضربوا في بعض لغاية ما واحد قتل التاني وساب جثته مكانها، والكل رجع للي كان بيعمله ولا كأن في حاجة حصلت. في الوقت ده المحقق معهم راح لمايك عشان يطلب منه انهم يتحدوا مع بعض، لكن مايكل قاله ان مش شايف قدامه غير الراجل اللي قتل ابوه وعمره ما هيتعاون معاه في يوم من الايام. في اللحظة دي كان واقف بره السجن لينكون، كان بيحاول يدخل الزيارة عشان يشوف اخوه يطمن عليه، وكان جنبه واحدة ست عمالة تنادي على حد عشان يجيب لها جثة جوزها من جوه، لان في حد كلمها وقال لها انه مات، لكن طبعا ما كانش حد بيرد عليها. خرج مايكل عشان يشوف اخوه وطمنه لينكون بانهم بدأوا في اجراءات محاكمته وهيخرج قريب عشان يقف قدام القاضي، وده الكلام اللي قاله له موظف السفارة في بنما. لكن مايك رد عليه وقال له ان الوضع في السجن صعب ومحتاج يخرج فورا، لكن لينكون قال له انه يصمد كمان يوم تاني. بس لما رجع مايك تاني للسجن كانت رجالة الزعيم بتاع المكان كله بيجمعوا كل المساجين الجداد عشان يتعرضوا عليه، ولما شافهم وسألهم عن جرائمهم اللي تمت قبل كده محدش اتكلم، وخصوصا مايكل اللي ما كانش عايز حد يعرف ماضيه، وبص على مهن لانه خاف يتكلم. لكن المحقق السابق سكت هو كمان، بس الزعيم فاجئ مايك بانه عارف عنه كل حاجة، وبعد ما مشاهم من قدامه بدأ يتكلم عن انه خايف من شهرة مايكل سكوفيلد، لان الناس الضعيفة بتحب المشهور وبتلف حواليه وبتعمل منه زعيم، وده اللي هيهدد مكانته. وعشان كده قرر الزعيم انه يدبر خطة تخلصه من التهديد بتاع السجين الجديد الوسيم. مايك رجع تاني للساحة بتاعة السجن، بس واحد من المساجين شافه وعرف انه امريكي وراح يتكلم معاه، وواضح من شكله انه ولد لسه في العشرين من عمره. حاول يقرب من مايكل لكنه كان رافض يتكلم او يتواصل مع اي حد جوه السجن ده، وفجأة سمع اسمه بيتنادى عليه عشان عنده زيارة، فاستغرب جدا. لكن لما خرج شاف راجل ما يعرفوش، قال له ان هو الوحيد اللي عنده الصلاحيات اللي هتساعده في الحياة بره السجن ده وتساعده كمان في السجل الاجرامي بتاعه، لكن عشان يعمل كده عاوز منه مساعدة في تهريب واحد بس من جوه السجن، واول ما رجله تخطي بره السور هيستقبلوه وينفذوا وعودهم كلها. لكن مايكل ما كانش مطمن وانهى المقابلة ورجع تاني على زنزانته. بليك اللي بقى مرمطون السجن قابله واحد تاني زيه من اللي كانوا مصنفين من اقل الفئات اللي في السجن ده، وحاولوا يروحوا يجيبوا حاجه ياكلوها، لكنهم كان ممنوع عنهم الاكل، ومهما حاولوا يتوسلوا لحد ياكلوا او يشربوا كان بيهنهم بطريقه بشعه جدا، لغايه ما الشخص التاني اللي مع بليك بدا ينهار ويردد انهم خلاص هيموتوا هنا. لكن بليك قال له يستنى وراح يشوف حل. الراجل بص وراه وشاف شباك مكسور وممكن يخرج منه، فمن غير تفكير في العواقب كسر السلك اللي عليه وخرج فورا. بدأ يجري على سور السجن زي المجنون، لكن الحراس اللي في الأبراج حذروه إنه لازم يقف فورا، لكن المجنون ده كمل جري عشان يستقبل بعدها كم طلقة في جسمه ويقع فورا ميت، وكل المساجين كانوا بيتفرجوا عليه من شبابيك السجن. تيباك بعد اللي حصل واللي شافه جوه السجن حاول إنه يقرب من مايكل سكوفيلد، لكن المهندس العبقري ما كانش طايق يبص في وشه أساسا، عشان كده قرر المجنون إنه يقرب من الزعيم وفضل يراقبه من بعيد
عشان يلاقي الفرصة المناسبة لده. وفي مرة كان الزعيم ماشي في السجن وخبط فيه واحد وقع على الحذاء بتاعه من المشروب اللي كان في ايده، فاستغل تباج الفرصة وراح للزعيم وقال له انه ما يلقش بالمسؤول وحامي المكان انه يمشي والحذاء بتاعه لازق كده، فعشان كده نزل على الارض وطلب منه انه يرفع رجله عشان يبدأ يمسح له الحذاء. وكان واضح من الضحكة اللي على وش الزعيم وهو بيتكلم مع تباج في لحظتها انه رضي عنه وهيخليه الخادم الخصوصي بتاعه. اسكوفيلد لما رجع على سريره وقبل ما ينام دخل عليه واحد ضخم كده واتهمه بانه سرق منه حاجه، ولما حاول يضربه دخل الزعيم ورجالته فجاه وفتشوا مايكل وفتشوا السرير بتاعه كمان، واكتشفوا تحت المرتبه كيس مخدرات بتاع الراجل الضخم ده. وطبعا كان الحكم ان الاتنين هيتواجهوا قدام الناس لحد الموت، زي ما شاف مايكل اول ما دخل الخناقه بين الاتنين واللي ما بتنتهيش الا بموت واحد منهم. حاول يصرخ بانه رافض للمعركه دي، لكن واضح ان الموضوع كله كان متدبر عشان ينهي الزعيم تهديد مايكل لمكانته بسبب شهرته. بليك كان بينظف المجاري بتاعه السجن فسمع صوت واحد بينادي عليه، ولما حاول يتجاهله الراجل اللي مستخبي جوه الحيطه قال له انه هيساعده عشان ياكل، فوقف بليك ورجع تاني لمكانه فمد الراجل ايده بقطعه لحم. لما ساله بليك هو اللحم ده فراخ؟ قال له لا، فعرف بليك ساعتها انه لحم فران. وساله الراجل اللي جوه الحيطه عاوز تاني؟ قال له بليك ايوه طبعا، فقال له انه لازم يعمل خدمه صغيره عشان ياخد الاكل اللي محتاجه. المحقق ماهن راح لمايك الزنزانه ونصحه انه يضرب الراجل الضخم ده في ركبته بقوه كبيره وبكده هيقدر يسيطر عليه ويهزمه بسهوله، وبعدين سابه ومشي. مايكل حاول يروح للزعيم عشان عايز يستسمحه ان يعفو عنه ويعفيه من الخناقه دي، لكن الزعيم قال له انه بينفذ القانون ولازم القتال ده يتم. وفي يوم القتال دخل بليك لمايكل واتمنى له التوفيق وحط ورقه في جيبه من غير ما ياخد باله، وراح للمنافس كمان وعمل نفس الحاجه بالظبط. فجاه قبل ما يشتبك الاثنين قال مايكل انه بينسحب، ولما بص الراجل المنافس للزعيم مستغرب استغل مايكل ده وعمل زي ما المحقق قال له وضرب الراجل في ركبته وبدا يضرب فيه لغايه ما وقع على الارض وما بقاش قادر يقوم. حاول مايكل انه يمشي لكن الناس رجعته تاني لان لازم عشان القتال ينتهي واحد يقتل التاني، لكن واحد من اللي بيتفرجوا رماله سكينه فاخدها وقام عشان يقتل مايكل، لكن هنا اتدخل المحقق ماهون وقتل الراجل الضخم ده وقال للزعيم ان من قوانين الخناق ان يكون من غير سلاح، والراجل الضخم ده خالف القانون فكان لازم ماهون يتدخل ويقتله. وطبعا هو عمل كده لانه شايف ان مايكل هو الفرصه الوحيده ليه عشان يخرج من السجن. لينكولن رجع على الفندق اللي قاعد فيه وفجاه رن تليفونه وسمع صوت ابنه وكان بيصرخ وبيطلب منه انه يقابله في مكان بالليل. لينكولن سمع اسم المكان بالعافيه، ولما راح للعنوان ده منعوه من الدخول عشان مش معاه بدله، فراح لواحد من اللي شغالين في المكان واداله فلوس عشان ياخد الجاكيت بتاعه. ولما دخل شاف واحده جميلة بتحاول تتكلم معاه لكنه قال لها انه جاي عشان يقابل حد معين، فقالت له اكيد جاي عشان تقابل ابنك يا لينكولن، عشان يتفاجئ من كلامها وهي عرفت منين، فقالت له انه لازم يقعد عشان يفهم ايه الحكاية بالظبط والا مش هيشوف ابنه تاني او صار حبيبة اخوه. تاني يوم الصبح راح لينكولن لاخوه مايك في السجن اللي كان متلهف عشان يطمنه على موضوع نقله لسجن تاني أأمن من اللي هو فيه، لكن اتصدم بكلام لينكولن اللي قال له انه لازم يفضل جوه السجن، وبعدين طلع تليفونه وكان عليه فيديو لابنه الجي وهو ماسك جريده وبيقول انه مخطوف هو وساره ومش هيطلعوا الا لما ينفذوا كلام الناس دول بالحرف. بعد الفيديو ده قال لينكولن لاخوه مايكل ان في واحد مسجون معاه اسمه ويسلر ولازم يلاقيه ويهربه من السجن ده، وطبعا الموضوع بقى واضح قدام مايكل اللي مش هيقدر يخرج عشان ابن اخوه وعشان حبيبته كمان اللي كان قلقان عليها طول ما هو جوه، وطلب من اخوه يفضل يدور عليها لغايه ما يلاقيها. بس قبل ما تنتهي زياره الاخ لاخوه قال لمايكل للينكولن ان في ورقه اتحطت في جيبه وجيب واحد من الجثث اللي خرجت، وطلب من اخوه الكبير انه يراقب الورقه دي ويحاول يعرف منها اي معلومه ممكن تساعدهم في الموضوع الجديد اللي اتحطوا فيه غصب عنهم. في نفس الوقت رجع المكسيكي صاحبهم يظهر تاني في المسلسل، لكن المره دي كان بيشتري مسدس وطلقات من محل سلاح، وراح زياره في السجن للحارس القديم بليك واللي هو الوحيد اللي عارف مكان ماري كروز حبيبه سكر، واول ما قرب منه وبدا يتكلم معاه طلع المسدس من جيب الجاكيت وهدده انه لو ما قالش على مكان حبيبته هيموته لان خلاص ما بقاش خايف من اي حاجه، لكن بليك قال له انها مش مقبوض عليها ولا محبوسه في اي مكان، انما هو طردهم اول ما وصل البيت بعد ما اتاكد ان مفيش تليفونات ممكن يستخدمها
يستخدمها سكر ويطمن عليهم بعدها، ولما اطمن سكر ان مراته كويسة سابه وجري بسرعة عشان عاوز يروح لها. لكن في السكة قابل صديقه لينكون بالصدفة وقال له على كل حاجة، بس لينكون طلب منه انه يساعده وانه لو بيحب ماري كروز وطفلهم لازم يبعد عنهم لغاية ما يساوي اوضاعه القانونية عشان ما يعرضهمش لأي أذى. سكر كان مصمم على رأيه فركب الأتوبيس واعتذر للينكون ومشي. وفي السجن بدأ مايكل يدور على مكان السجين ويسلر اللي عاوزين يهربوه، لكنه كان مختفي فما كانش قدامه غير الواد بتاع كرة السلة عشان يعرف منه المعلومات اللي هتقدر تساعده. ولما سأله على السجين ويسلر قال له الولد انه كان متورط في خناقة اتسبب فيها بقتل اخو محافظ المدينة، لكن البوليس قبض عليه وسجنوا معاهم هنا. وعشان نفوذ المحافظ واصل لغاية المكان هنا كلم زعيم السجن وقال له انه اللي هيقتل ويسلر ويخرج جثته هيساعده المحافظ وهيستخدم سلطاته عند القضاء بتوع المدينة عشان يخرجوا من كل التهم بتاعته ويرجع راجل حر تاني. ولما عرف ويسلر الكلام ده اختفى من السجن، لكن محدش عرف هو راح فين. فبعد ما سمع مايكل الكلام ده عرف ان الخطوة الجاية عشان يعرف مكان ويسلر هو انه يكشف سر الورقة اللي اتحطت في جيبه ساعة الخناقة، وراح عشان يدور على بليك وكان بيراقب كل تحركاته دي المحقق مهم من بعيد، وراح عشان يعرف من لاعب السلة ايه اللي كان بيتكلم فيه مع مايكل. ولما عرف القصة كلها اكتشف ان طريقه للخروج من الجحيم ده هو ان يلاقي ويسلر ويقتله. ففضل يراقب مايكل اللي عرف من بليك بقصة الراجل المستخبي في الحيطة بتاعه المجاري، وفضل يتردد على المكان هنا لغاية ما اكتشف مهن الموضوع ده وراح عشان يلاقي ويسلر هناك وبدأ يكسر الحيطة عشان يطلعه. المساجين في الوقت ده كانوا عاملين تمرد على الزعيم بعد ما تسبب واحد من رجالته انهم يخسروا المية اللي جات لهم من الحكومة، وده بعد فترة كبيرة كانوا ممنوعين من المية عشان الشغب اللي بيعملوه. والشخص اللي كان بيقود التمرد ده كان عمال يحدف الطوب والأزايز الفاضية على الاستراحة بتاعة الزعيم اللي كان خايف يخرج لباقي المساجين او حتى يهددهم لان مش في ايده حاجة يعملها، وخصوصا انه لما كلم واحد من الضباط اللي بره السجن عشان يطلب مية تاني قال له ان المية مش هتوصل الا بعد بكرة، ولو مش عاجبه الميعاد يبقى المية مش هتوصل الا بعد اسبوعين عشان يتعلموا الادب في الكلام معاه، وقفل في وشه السكة. بليك برضه فهم موضوع السجين ويسلر بس لعب لعبة تانية خالص، لانه راح للمجنون تيباج وطلب منه انه يساعده عشان يقابل الزعيم لان عنده معلومات مهمة، وطبعا مقابل المعلومات دي انه ياخد اكل وشرب وهدوم كويسة. وعلى طول بعت الزعيم رجالته للمجاري عشان يجيبوا ويسلر اللي كان خلاص مهن وصل له ودخل عليه رجالة الزعيم قبل ما يقتله، فبدأ يهددهم انه لازم يخرج بيه لوحده ويقتله قدام كل الناس عشان يقدر يخرج من المكان ده. في نفس اللحظة شاف مايكل الحارس بليك بقى لابس هدوم وبياكل فرخة، فعرف انه اكيد عمل حاجة كبيرة اخد عليها في المقابل الحاجات دي، فبسرعة نزل على المجاري عشان يلاقي الكل متجمع على ويسلر وعاوزين يقتلوه، ولو نجحوا في ده يبقى عمره ما هيخرج من السجن ولا سارة ولا ابن اخوها يعيشوا. فبدأ يشتت مهن لغاية ما هرب منه ويسلر، لكن المحقق لحق وقبض عليه من جديد. لينكون فضل يراقب الجثث اللي خرجت لغاية ما شاف صوفيا لوجو الست اللي كانت عمالة تصرخ على الحراس بتوع السجن عشان يخرجوا لها جثة جوزها المقتول، بتدور في جيوب الجثث اللي خرجت من جوه اللي الحراس راحوا عشان يدخلوا المية للمساجين ويشيلوا اي جثث عندهم، وطلعت صوفيا الورقة وكان مكتوب فيها كلام وارقام مش مفهومة. لكن لينكون بدأ يراقبها لغاية ما راحت لبنك معين وطلبت تفتح خزنة شخصية من خزاين البنك المخصصة للأفراد، وفعلا موظفة البنك وافقت انها تفتح لها الخزنة لما اتأكدت من شخصيتها وان صاحب الخزنة كان كاتب اسمها بين الأشخاص اللي مسموح لهم يعرفوا محتوى الخزنة دي في اي وقت. ولقت في الخزنة كتاب عن الطيور حطته في شنطتها وخرجت، وخرج وراها لينكون اللي كان قاعد في البنك وبيراقب كل اللي بيحصل، لكن ما كانش يعرف بقى ان هو كمان متراقب. وقفت صوفيا لما نده عليها لينكون بحجة انه عاوز مساعدة، لكن فجأة خطف منها الكتاب وقال لها قولي للي شغالة معاهم ان الكتاب مع اخو سكوفيلد. بس اول ما وصل لينكون لقطه كانت سوزان مستنياه وخرجت مسدسها وهددته انها لو ما خدتش الكتاب اللي سرقه من صوفيا هتقتله وهتقتل كمان ابنه وصاحبه أخوه. بس لينكون ورث الذكاء من أخوه وكان عامل حسابه واشترى كتاب شبهه بالظبط، فخرجه وسابه ليها. وبعد ما مشيت خرج الكتاب الحقيقي وشاف فيه أرقام وكلام مكتوب في صفحاته، وطبعا ما كانش عارف يوصل لمعناها. فجأة جه حد على باب قطه ودخل ظرف من تحت عتبة الباب واختفى، ولما فتح لينكون الظرف اكتشف ان فيه صورة لابنه وسارة وهم واقفين وماسكين جريدة اليوم، بس صورة سارة كانت غريبة شوية. المحقق ماهن خرج للساحة ورمى ويسلر قدامه
يهاجموا، وكان بيحاول مجموعة منهم غير رجالة الزعيم إنها توصل لويسلر عشان تقتله وتفوز بفرصة للحرية من تاني، لكن ماهم كان بيهددهم بحديدة كبيرة في إيده وبيبعدهم عن السجين اللي ظهر فجأة. مايكل راح بسرعة لزعيم السجن وطلب منه فرصة تخليه يرجع عن قرار قتل ويسلر، بس الزعيم اتعصب عليه وطرده، فراح مايكل لزنزانته وطلب من الشاب بتاع كرة السلة إنه يجيب له أكبر كمية من الخمر وأكياس بلاستيك موجودة في السجن وهو هيعوضه عن كده، وفعلا جاب له الحاجات اللي عاوزها، وبدأ مايكل يملى الأكياس بالخمرة وبيطلع منها فتيل قماش طويل، وراح للمواسير اللي في البدروم بتاعة السجن ورمى كيس في الماسورة الأم وولع فيها، وحصل انفجار كبير. بعد ثواني من صوت الانفجار ده بدأت ماسورة المية اللي في الساحة تخرج كميات كبيرة جدا من المية وجري عليها كل المساجين ونسيوا تمردهم على الزعيم وبدأوا يشربوا ويغرقوا نفسهم بالمية بعد فترة كبيرة كانت ممنوعة عنهم. في اللحظة دي لمعت عيون الزعيم واتبسط من اللي عمله مايكل لأنه أنقذه من الموت أو التمرد عليه، ووافق إنه يرفع القانون عن ويسلر وبقى يقدر السجين ده بإنه يعيش عادي وسط المساجين التانية من غير أي تهديد. ويسلر راح لمايكل عشان يشكره على اللي عمله وكمان سأله على الخطة اللي في دماغه عشان يهربوا بره السجن ده، لكن مايكل قال له إن مفيش في دماغه أي حاجة. في اليوم التاني راح لينكولن لأخوه في السجن ووراله صورة ابنه سارة اللي وصلته من مجهول وخلاه يحتفظ بصورة سارة، لكن قال له إن في الصورة كانت بتشاور سارة على خبر بيتكلم عن قرية قريبة واضح إنها بتحاول تعرفهم مكانهم فين، لكن مايكل قال إنهم محتاجين معلومات أكتر من كده لأن مش أي طريقة ظهرت قدامه يقدر يستغلها عشان يهرب من السجن زي ما اللي خاطفين ابن أخوه حبيبته عاوزين، وعشان كده طلب مايك من أخوه الكبير إنه يحاول يخليه يتكلم مع سارة عشان يقدر بطريقتهم المعتادة يعرف منها أي تفاصيل زيادة عن مكانها، ولو ما قدرش يهرب من السجن يبقى يقدر أخوه يروح وينقذها وينقذ ابنه كمان. فبيوعده لينكولن إنه هيحاول، لكن بيعرفه بموضوع الكتاب بتاع الطيور اللي أخده من حبيبة ويسلر اللي برا، لكن مايكل قال له إنهم هيكملوا في الخطوة بتاعت مكالمة سارة الأول وبعدين يعرفوا قصة الكتاب ده بعدين. مايكل رجع السجن وراح للواد بتاع السلة اللي واضح إنه هو المخلصاتي بتاع السجن وطلب منه إنه يتصرف له في تليفون أرضي أو محمول عشان يعمل فيه مكالمة مهمة، لكن الولد قال له إن مفيش غير تليفون واحد في السجن كله وأكيد أنت هتعرف هو مع مين. فبص مايكل على الزعيم اللي كان بيتمرن والتليفون المحمول بتاعه كان في الحزام جنبه، فعرف إنه عشان يقدر يوصل للتليفون ده لازم يتكلم مع تيباج. المجنون طبعا رفض يقدم أي مساعدة لمايكل، لكن المهندس العبقري هد تيباج بالقضايا القديمة بتاعته وقال له إن شعب بنما سواء في السجن أو بره فهو شعب متدين ومش هيقبل إن أي حد كان بيتحرش أو بيغتصب الأطفال يكون وسطهم وهيقتلوه. فعلا بدأت علامات التوتر والخوف بتظهر على ملامح تيباج ووافق إنه يساعد مايكل ويجيب له التليفون. في نفس الوقت ده بره السجن كان سكر قاعد بيتفرج على أم وطفلها جنبه وفكر في كلام لينكولن بإنه لازم يبعد عن اللي بيحبهم عشان ما يأذهمش أكتر، وفعلا كلم حبيبته ماري كروس في التليفون وقال لها إنه مش هيقدر يرجع إلا لما كل أموره تبقى بخير وكويسة، ولغاية ما يعمل كده لازم تخلي بالها من نفسها. وبعدين بيقفل التليفون وهو متأثر وبيعيط بسبب إنه أجبر نفسه إنه يبعد عن حبيبته، وبيرجع على لينكولن في الفندق اللي قاعد فيه وبيقوله إنه عاوز يساعده في موضوع أخوه حبيبة صاحبه المخطوفين، لكن لينكولن قال له إنه مش محتاج مساعدة منه لأن زعل منه لما سابه في الأول. بس سكر كان مصمم ونام على باب الأوضة بتاعت لينكولن لغاية ما أخده ودخله جوه. زعيم السجن كان رايح عشان يحلق بس كان متعصب لأنه حاسس إن واحد من رجالته في السجن بيسرقه وبيخسره تجارته، فساب التليفون على الشاحن عشان يعمل كام مكالمة مهمة بعدين وراح للحلاق نص ساعة وراجع. فاستغل تيباج الموضوع ده وسرق التليفون واداه لمايكل اللي كلم لينكولن بسرعة وقال له إنه قدامه أقل من 25 دقيقة عشان يقدر يكلم سارة، وفعلا قدر لينكولن إنه يقنع زعيمة العصابة إنها تخليه يكلم سارة اللي بدأت تكلمه بالألغاز، لكن مايكل عرف إنها موجودة في ميدان القديسة ريتا في المدينة اللي كانت بتشاور عليها في الصورة، وبسرعة راح مايكل عشان يرجع التليفون، لكن الزعيم كان دخل أوضته فبدأ تيباج يشغله لغاية ما ساب مايكل التليفون على الشاحن وخرج بسرعة. الزعيم لمح التليفون ما كانش متثبت على الشاحن زي ما كان سايبه فمسكه واتصل باخر رقم كان متسجل عليه، بس لينكولن ما ردش وقفل السكه في وشه. فطلب الزعيم من المساعد بتاعه ان يجيب له كل تفاصيل الرقم ده وكان متغاظ جدا. ويسلر قابل حبيبته صوفيا وعرف منها اللي حصل في البنك، وعشان كده راح لمايكل وحاول يطلب منه انه اخوه يجيب له الكتاب لان في حاجات مهمه. فاستغل مايكل الموقف وقال له ايه اللي في الكتاب ده ومخليك هتموت عليه قوي كده، فقال له ويسلر ان من فترة عرض عليه راجل كبير في السن انه
كانوا هيوصلوا المكان في البحر بما انه كان بيحب الصيد، فوافق ويسلر عشان خاطر الفلوس بس. لكن بعد فترة اختفى الراجل، وجه ناس طلبوا منه انه ياخدهم لنفس الاماكن دي، لكن ويسلر ما كانش فاكرها. بعد كده اتورط في الخناقة بتاعت اخو المحافظ، واستغل الناس دول نفوذهم ورموه في السجن ده، ويا اما يقول لهم على الاماكن دي او يفضل هنا. والاحداثيات بتاعت الاماكن دي هو كان كاتبها في الكتاب بتاع الطيور اللي اخده لينكولن. لكن مايكل قال له بعد ما عرف منه كل حاجة ان مسؤوليته انه يخرجوا من هنا وملوش دعوة بالقصة دي كلها. لينكولن قدر يروح لميدان القديسة ريتا، لكن ما كانش قادر يحدد البيت اللي فيه ابنه وسارة، بس سارة شافته من الشباك فقلقت الحذاء بتاعها ورمته من الشباك، فعرف لينكولن ان هو ده البيت وراح بسرعة عليه. لكن قدر الناس اللي قابضين عليهم انهم يخرجوا قبل ما لينكولن يوصل لهم، وهربوا بسرعة في عربية مقفولة ما قدرش لينكولن انه يحصلها. بس لما رجع على البيت جاله تليفون من سوزان، وحذرته من انه يقرر اللي عمله ده تاني، وعشان تتأكد انه فهم التحذير بتاعها قالت له ينزل القبو بتاع الفندق، هيلاقي في حاجة في الزبالة هناك خليه يفهم الدرس. ولما نزل لينكولن شاف صندوق أبيض بعيد في الزاوية كده، ولما قرب منه بخوف وفتحه شاف في حاجة خلته مقدرش يمسك نفسه من الصدمة. بعد التهور الكبير اللي عمله لينكولن مع سوزان، ما كانش ينفع ان المجرمة دي تسيب الموضوع يعدي بالسهل كده، ولازم لينكولن واخوه مايك يدفعوا الثمن على اللي عملوه. وعشان كده سابت سوزان للينكولن صندوق في القبو بتاع الفندق اللي قاعد فيه، وطلبت منه انه ينزل يشوف الصندوق فيه ايه. لينكولن فتح الصندوق ببطء شديد، واللي كان خايف منه حصل، لان اللي كانت في الصندوق هي راس سارة حبيبة مايكل. المجرمة سوزان قتلتها وبعتت راسها لينكولن عشان تعلمه ما يتصرف ببطولة تاني أو يحاول يتمرد عليها. في اليوم التاني راح لينكولن لأخوه زيارة في السجن زي ما هو متعود، لكنه كان عرقان وساكت على غير عادته. مايكل حدف له ورقة وقال له إن بدأ يكتشف خطة يقدر يخرج بيها من السجن مع ويسلر، وقال له كمان إن لازم حفار القبور بتاع السجن ينضم ليهم لأن هو اللي هتتبني عليه الخطة بالكامل. لينكولن كان سرحان ومش مركز في كلام أخوه، فسأله مايكل عن الحاجة اللي مخبيها عنه، لكن الأخ الكبير قال له إن بس بيفكر في الناس اللي اتأذوا بسببه. لكن مايكل رد عليه بإن مش هو السبب، واللي مسببين الأذى الحقيقي هم اللي خاطفين سارة وإلجي وهيدفعوا الثمن، لازم بس يحاول يجند حفار القبور وبعدين هتبقى مجرد مسألة وقت على بال ما يخرج. فاعتذر له لينكولن وبعدين سابه ومشي. بس كم منهار من اللي حصل واللي شافه ليلة امبارح، وراح عشان يقابل سوزان، وهناك قالت المجرمة إن اللي عملته مع سارة ده كان غصب عنها، لكن تهور لينكولن هو اللي اضطرها تعمل كده، ولو اتكرر اللي عمله ده مش هتتردد ثانية في إنها تبعت له جثة ابنه حتة حتة لغاية ما يستسلم ليها وينفذ اللي هي عايزاه. لكن لينكولن بصلها وقال لها انه خلاص اتعلم الدرس وهينفذ اللي هي عايزاه كله، بس بلاش تأذي ابنه. ولما حاول يمشي قالت له انها عايزه الكتاب الحقيقي اللي اخده من صوفيا لوجو، فمد ايده في جيبه وطلعه بكل هدوء وسلمه لها ومشي. في السجن بدأ مايكل يجهز نفسه لتنفيذ الخطة من غير ما حد يعرف من اللي هيعتمد عليهم هو بيفكر في ايه، وكان اول واحد قرر انه يستخدمه هو الولد اللي بيلعب كرة السلة على طول، لان مايكل طلب الصليب اللي هو لابسه في رقبته. لكن الولد قبل ما يدهوله قال له المرة دي انا عاوز اعرف انت محتاجه في ايه. اما تاني واحد هيستخدمه مايكل في خطته هو المحقق مهون اللي راح له على زنزانته، وواضح انه بدأ ينهار بسبب انه ما خدش جرعة المخدرات اللي متعود عليها لما كان بره السجن، وبدأ يهلوس. وطلب منه مايكل ان لازم يجيب له قلم اسود ضروري عشان يقدر يخليه شارك معاه في الخطة اللي في باله. في اللحظة دي كان واقف بيسمعهم من بعيد بليك اللي اعترض مايكل وهو ماشي، وقال له انه شافه مع المحقق مهون وعارف انه بيخطط لحاجة وعاوز يشترك فيها. لكن مايكل رفض انه يتكلم معاه اصلا وسابه ومشي. لينكولن رجع على الفندق وكان هناك صاحبه سكر اللي كان بيحاول يجهز هوية مزيفة عشان يهرب بيها برا البلد ويبدأ حياته من جديد. لكنه اتصدم من منظر لينكولن الساكت على غير العادة، وقبل ما يسألوا في ايه حصل خبط على الباب سريع، فتوتر الاتنين في الأوضة، وراح لينكولن وبص من العين السحرية وبعد كده فتح الباب عشان يلاقي صوفيا لوجو بتقوله انها عرفت كل حاجة وان هما الاتنين عندهم ناس خايفين عليهم وعاوزينهم يخرجوا من السجن ولازم يتعاونوا مع بعض عشان ينفذوا ده. فبيسألها لينكولن اذا كانت تعرف تترجم من الإسبانية للإنجليزية بشطارة، فهزت راسها بانها اكيد تعرف، فاخدها لينكولن وراح عند حفار القبور اللي كان بيصلح في عربيته، وبدأ لينكولن يتكلم معاه وصوفيا تترجم، لغاية ما قال لينكولن إن شخص بمهارة حفار القبور ده لازم يكون عنده فلوس أكتر يعمل بيها مشروعه الخاص أو يحسن بيها من حياته. وهنا بيهتم حفار القبور وبيقف
عشان يسمع. في السجن حصلت حاجة سرعت من خطة مايكل، وهي إن النور قطع عن السجن كله وكمان عن الحراس برا، وطبعاً مفيش صيانة سريعة في المدينة. فبدأ زعيم السجن يفكر في حل، وسأل تيباج الخدام بتاعه عن المهندس صاحبه، فرفض تيباج إنه يتقال على مايكل صاحبه. فتعصب الزعيم وقال له هو مهندس صح، فرد تيباج بالموافقة عشان يسيبه الزعيم وبعد كده يروح على مايكل ويقول له إنه أكيد زي ما صلح المية هيقدر يصلح الكهرباء. لكن مايكل قال له إنه مش هيقدر، لأن أنابيب المية موجودة جوه السجن لكن الكهرباء برا، وهو مش هيقدر يخرج يصلحها. فقال له الزعيم إن ممكن يطلب أي حاجة مقابل إنه يصلح الكهرباء، وأما عن موضوع خروجه ده فيسيبه عليه هو. فبدأ مايكل يفكر وقال له إنه عاوز زنزانة معينة مقابل إنه يصلح الكهرباء. ولما سأله الزعيم عن السبب في اختياره للزنزانة دي، قال له إن التهوية والشمس في الزنزانة دي أحلى بكتير. فبيوافق الزعيم وبيبدأ يتصل برئيس الحرس اللي برا عشان يسمح لهم يخرجوا يصلحوا سلوك الكهرباء اللي برا. وبعد تفكير وافق رئيس الشرطة بعد ما حذر مايكل واللي هيخرجوا معاه من إنهم يهربوا أو ينفذوا أي خدعة. وفعلا بدأت المجموعة اللي اختارها مايكل والزعيم يجهزوا. فرجع بليك تاني وبدأ يزن عشان يخرج مع مايكل، ووافق أخيرا عشان زهق منه. لكن بليك كان عارف إن مايكل مش قابله ومش هيخليه يشترك في الخطة اللي بيفكر فيها، عشان كده راح لزعيم السجن عشان يقوله على الخطة اللي بيحاول مايكل يعملها، وإنه عاوز يهرب من السجن، وعشان كده دفن حاجة في الأرض لما كانوا بيحفروا. لكن الزعيم قال لو هو فعلا زي ما بتقول ليه ما فكرتش تهرب معاه. فرد بليك بإن مايكل مش عايز ياخدني معاه، فعشان كده قررت أفضحه. وكمل كلامه وقال للزعيم إنه لو طلع بيكذب يقدر يقتله. واضح كده إن كلام بليك أثر في الزعيم، وعشان كده بعت رجالته يجيبوا له المهندس العبقري ده، وأخد وخرج يشوف مكان الحفر عشان يتأكد من الحاجة اللي حطها مايكل هناك زي ما قال بليك. وفعلا لقى المكان بتاع السلوك، ولما فتحوا مايكل ونبش في التراب اللي فيه وراله السلوك المقطوعة اللي هو لزقها ودفنها في التراب عشان يمنعها من انها تتحرك تاني. وهنا عرف الزعيم ان بليك بيكذب. لكن لما دخلوا السجن تاني طلب مايكل ينزل القبو عشان يرفع سكينة الكهرباء ويتأكد ان التصليحات بتاعته جابت نتيجة، بس الزعيم كان لسه مش واثق فيه وقال له انه هينزل معاه عشان يشوف هو بيعمل ايه. مايكل اتردد لكن ثباته الانفعالي خلاه يمسك نفسه، ولما نزل القبو راح عند المكان اللي حط فيه الصليب بتاع الولد اللي بيلعب كرة السلة. وبنفهم هنا ان مايكل هو اللي قطع الكهرباء عن السجن عشان يعرف يخرج برا. لكن الزعيم قال له ان المفتاح مش في الاتجاه اللي هو رايح فيه. مايكل اتوتر لان خطته بتكمل لما بيشيل الصليب اللي منع مفتاح معين من الرجوع لوضعه الطبيعي، فبترجع الكهرباء. وهنا مايكل بيرفع المفتاح اللي طلب منه الزعيم انه يرفعه، وطبعا ما رجعتش الكهرباء. فعرف الزعيم والمساعد بتاعه ان مايكل بيلعب بيهم، وعشان كده بدا يضرب فيه. لكن العبقري استغل الضرب ده عشان يشيل الصليب بصنعة لطافة وترجع الكهرباء تاني. وهنا بيحس الزعيم انه ظلم مايكل، فبيستأذن منه المهندس ان يرجع للزنزانة بتاعته، بس المرة دي هيرجع على الزنزانة اللي وعده بيها الزعيم لو صلح الكهرباء، وبياخد مايكل الصليب ويديه اللاعب السلة. اما الزعيم فبيرجع على استراحته وبيبعت رجالته تجيب بليك لغاية عنده، وبعد ما بيكتفوه بيصب القهوة السخنة على ظهره وبيسلخه بعد ما قاله ان مش هيقتله عشان معلوماته الفاسدة، لكن هيكتفي بقرصة الودن دي. المحقق ماهون قدر يلاقي القلم الاسود اللي طلبه مايك منه وراح سلمهوله. لكن لما سأله عن الخطوة التانية في الخطة قال له مايك انه لسه بيجهز لها، ولما يبقى فيه جديد هيقوله. في اللحظة دي حس ماهون بان المهندس العبقري بيلعب بيه وبيكلفه بمهام وهمية عشان يشغله خلاص، وبقى محتاج للمخدرات اكتر من اي وقت قبل كده. تيباج بدأ ينفذ خطته الشريرة عشان يرقي نفسه من خدام لمساعد، وقتل الموزع بتاع المخدرات اللي تبع الزعيم في السجن، وبعد كده حقنه بجرعة زيادة من المخدرات، وراح بلغ الزعيم ان الشكوك بتاعته طلعت في محلها وان المساعد بتاعه رجع يتعاطى المخدرات، وده اللي بيخلي المبيعات تقل اكتر. فهنا اتعصب الزعيم جدا وهدد تيباج انه لو مخبي حاجة هيقتله، لكن تيباج بدأ يتمسكن اكتر واكتر لغاية ما صدقوا الزعيم وخلاه هو يبقى المسؤول الجديد عن توزيع المخدرات في السجن. وهنا بيروح للمحقق ماهون وبيديله جرعة مخدرات بالمجان، واللي بعد ما اخدها ماهون راح لمايكل في زنزانته الجديدة وهدده بانه هيقتله لو طلع اللي في دماغه صح وان مايكل بيلعب بيه. سوزان ولينكون راحوا لحفار القبور بتاع السجن عشان يدوله الفلوس اللي هو عاوزها، بس لما شافها الحفار طمع وطلب اكتر فتعصب عليه لينكون، لكن سوزان قتلته في وقتها لانه طالما طمع فهياخد الفلوس وهيروح بعد كده يبلغ عنهم. تاني يوم راح لينكون لمايكل وقال له على اللي حصل وانهم هيتصرفوا. ولما جه الحراس عشان ياخدوا الجثة بتاعت موزع المخدرات اللي قتلوا تيباج،
كان سكر هو حفار القبور الجديد. مايكل وقف يتفرج عليه من الشباك وهو بيدفن الجثة، وكان معاه ويسلر، ولما سأله عن سبب تركيزه مع حفار القبور قال له إن المادة اللي بيرشها على الجثث عشان تضيع أي ريحة ليهم بعد التحلل ممكن لما توصل لدرجة حرارة معينة تاكل الحديد نفسه، وبيظهر سكر وهو بيرش المادة على حديد السجن من غير ما حد من الحراس اللي في الأبراج ياخد باله. في نفس اليوم بالليل كان مايكل واقف في شباك زنزانته الجديدة بيرمي أكل للفار اللي في الساحة بتاعة السجن، وكل ما زادت حركة الفار عشان ياكل الحاجة اللي بيرميها مايكل كل ما لاحظ مايكل تركيز الحارس بتاع البرج على الفار أكتر، وفجأة نورت عربية برا السور وقتل الحارس بتاع البرج الفار بطلقة رصاص. وهنا عرف مايكل إنه مستحيل إن الهروب يتم بالليل. في اليوم التاني جاله أخوه في زيارة وطلب منه مايكل يشوف صورة حديثة لسارة والجي، لكن لينكولن اتوتر جدا وقال له إنه شاف صورة حديثة ليهم فعلا، لكنهم المرة دي ما خلاهوش يحتفظ بالصورة ولازم يخرج بأسرع وقت عشان يشوف سارة بنفسه. فرد عليه مايكل وقال له إنه هينفذ هروبه بكرة في عز النهار لأن مستحيل يهرب بالليل لأنه مش هيقدر يحدد أماكن الحراس. بعد كده بيرجع على السجن تاني. لينكولن راح على الفندق وبدأ يجهز مع صوفيا الجزء الخاص بيه من الخطة، وهو بعد ما يهرب مايكل وويسلر ويستقبلوهم. في نفس الوقت اتصلت بيه سوزان عشان تقول له إن الوقت بيخلص وهو لسه ما نفذش المطلوب منه هو وأخوه، فتعصب عليها لينكولن لكنها فكرته بمصير ابنه اللي معاها، فبدأ يهدى وبيقول لها إنه لما يبقى في أي جديد هيبلغها فورا ولازم يقفل عشان عنده حاجات كتيرة لازم يعملها. نزل مع صوفيا بعد كده وأخدوا عربية وحاولوا يقربوا من سجن سونا، لكن فجأة طلع عليهم بوليس من كل حتة ونزلوهم من العربية لأن ممنوع أي وسيلة مواصلات تقرب من السجن مسافة ميلين، وده اللي ما كانش يعرفه لينكولن. لكن صوفيا قدرت تعدي الموقف وقالت إن ده صاحبها من أمريكا وهم ما كانوش يعرفوا القانون ده، ومضايقة الشرطة دي للسياح هي اللي بتمنع الأجانب إنهم يجوا بنما. فبيقتنع الضابط المسؤول وخصوصا بعد ما شاف أوراق العربية وسابهم يمشوا، لكن حذرهم من إنهم يقربوا تاني من المسافة دي. وبعد ما بيمشوا بيروح لينكولن يشتري حاجات للشط وبياخد صوفيا وبيروحوا على شط بعيد وهادي وبيتظاهروا إنهم حبيبين بيقضوا وقت لوحدهم، وبعد كده بيقول لها إنهم يسيبوا كل حاجة مكانها لأنهم هيرجعوا للشط تاني، وبياخدها وبيتمشوا في الغابة شوية عشان يلاقوا نفسهم قدام السجن. وبكده يكون لينكولن وصوفيا جاهزين يقابلوا أخوه وويسلر في اليوم التاني حسب الميعاد اللي قال عليه مايكل. في سجن سونا كان المساجين واقفين قريب من البوابة مستنيين واحد جديد هيدخل لهم عليه، اللي طبعا رفض يدي محفظته لتاني أكبر منصب في السجن، وعشان كده اتضرب واتخذت محفظته وقلع كل هدومه. لكنه لما فاق من العلقة بدأ يشبه على ويسلر ويقول له إنه يعرفه وبدأ يراقبه أكتر. مايكل أخد ويسلر على زنزانته الجديدة وبدأ يرسم على الأرض خريطة للسجن ويشرح خطته. قال للويسلر إن مفتاح خروجهم من السجن هو الأبراج بتاعة الحراسة وإنهم لازم يدرسوها كويس عشان يعرفوا نقطة ضعفهم، وكمل كلامه وقال إن واحد من الأبراج بتبقى الشمس متعامدة على وشه بالظبط، فبيضطر يبعد لدقايق عن الجزء اللي بيكشف ساحة السجن في البرج، إنما البرج التاني فالحارس اللي فيه شايف شغله كويس قوي ومش بتمنعه أي شمس، لكنه لاحظ إنه مهتم جدا بالرياضة وبيسمعها على طول على الراديو ويمكن هو ده المدخل بتاعهم، بس لازم يراقبوهم طول اليوم عشان يدرسوهم كويس ويتأكدوا من نقط الضعف اللي عندهم قبل التنفيذ. مايكل راح للاعب كرة السلة عشان يطلب منه شوية حاجات. الأول كان عاوز ساعتين عشان يحدد فيهم التوقيت لكل حاجة في العملية بتاعته، وبعد كده طلب منظار مقرب عشان يراقب بيه، لكن الولد ده قال له إنه هيقدر يجيب الساعات، إنما المنظار مش هيقدر يوفره لأنه مش موجود في السجن غير عند عجوز، فمش هيوافق يبيعهم بأي تمن. فبيسأل مايكل على مكان العجوز ده ويروح يسرق المنظار وبيقسمه لنصين وبيدي نص لويسلر عشان من زنزانته هيراقب برج من أبراج المراقبة، ومايكل هيراقب من زنزانته البرج التاني. لكن ويسلر قال انهم هيحتاجوا حد يراقب لهم الطريق وقت ما ينشغلوا بالمراقبه، فطلب مايكل من ويسلر انه يستخدم مهن في المهمه دي، وفعلا قدر ويسلر يحدد الوقت والمده اللي بيبعد فيها الحارس عن البرج لما الشمس بتضرب في وشه. ولما راح لمايكل عشان يعرف باللي حصل لاحظ مايكل ان في حد بيتصنت عليهم، لكن لما خرج ما لقاش في حد، وكان ساعتها المسجون الجديد هو اللي بيحاول يسمعهم والمحقق مهن كان شاكك فيه لكنه مش قادر يمسك عليه اي دليل. سكر في الوقت ده كان واقف على الطريق بياكل وجبة سريعة وبيجهز عشان يروح لمكان شغله الجديد، لكن فجأة جت عربية كبيرة وندهت عليه باسمه اللي في سجلات الشغل لكنه ما كانش منتبه لغاية ما نزل الشخص اللي فيها وقال لسكر ان كان فيه اتفاق بينهم وبين الشخص اللي قبله وهو لازم يكمل الاتفاق ده. فسكر قال له ليه هيبقى مضطر يعمل كده، فرد عليه الشخص ده وقال له انه هياخد 5000 دولار مقابل ده، فبتبدأ عين سكر تلمع وبيوافق. وفي اليوم التاني في الشغل راح وخبى الظرف اللي اخده من الراجل الغريب ده في اقفاص الاكل اللي
رايحة للسجن، ولما شاف واحد من الحراس شك فيه، لكن سوبر قدر يخرج من المشكلة دي بسهولة. ولما دخلت الأقفاص للسجن جه الدراع اليمين للزعيم وأخذ الظرف اللي في الأكل. في الوقت ده كان مايكل في زنزانته بيراقب الحارس، لكن من غير ما ياخد باله لمعت العدسة بتاعة المنظار في وش الحارس فضرب عليها الرصاص، وفجأة بدأ الإنذار يضرب في السجن كله. ودخل الحراس عشان يقول رئيس الحرس للزعيم إن في بندقية قنص كانت متصوبة على حارس من حراسة في برج المراقبة، وهيقلبوا السجن كله لغاية ما يلاقوها. وفعلا دخلوا زنزانة مايكل ولقوا العدسة، وبدأوا يضربوا في المساجين واحد واحد لغاية ما اعترف مايكل إنها زنزانته. بس قبل ما يقتلوه عشان يقول كان بيراقب الحراس في البرج ليه، نطق ويسلر وقال إن المنظار بتاعه هو، لأنه محب للطيور وبيراقبها من شباك السجن، وأثبت كلامه بدليل الطيور اللي كان معاه، وجاله افترض من الطرود للسجن، وصدقوا رئيس الحراس وسابهم. ولما حراسه مشي عشان ياخد مايكل المنظار وياخد كمان نفسه بعد المشكلة اللي كانت هتهد كل حاجة بيحاول يعملها من أول ما اتسجن. الزعيم لما رجع على زنزانته اكتشف إن تيباج إدى فلوس للبنت حبيبة الزعيم، وده اللي ضايق الراس الكبيرة دي، وضرب تيباج ضرب شديد، وكمان أهانه لأنه طلب منه يجيب له الجردل عشان يخسر رجله، وكان واضح على تيباج إنه بدأ يتغاظ جدا من الراجل اللي بيخدمه ده ومش عارفين هيتصرف إزاي، لكننا عارفين إنه أكيد مجنون وممكن يعمل أي حاجة. ماهون أخذ مايكل وويسلر بعد ما الحراس ما مشيوا وراحوا على شباك زنزانة، وبدأ يكشف لمايكل حاجة هو كان ملاحظها، وهو إن الحارس بتاع البرج بيشرب كوباية قهوة مرة بعد الفطار ومرة بعد الغداء، وقال لهم إن الملحوظة دي مهمة جدا وهيشرح لهم إزاي. فبيبدأ مايكل يتحرك معاهم عشان يتكلموا في مكان مقفول لوحدهم بعيد عن أي حد. ماهون قال إن الحارس ده محافظ على مواعيد شرب القهوة، فلو عرفنا المكان اللي بيجيب منه القهوة بتاعته هنقدر نسيطر عليه، وهي دي نقطة ضعفه. وعلى طول قدر مايكل في زيارة أخوه المعتادة كل يوم إنه يرمي له كوباية القهوة اللي جابها ماهون، ويطلب منه إنه يتصرف ويعرف المكان ده ويحط في كوباية القهوة حاجة مخدرة. وقبل ما يرجع على السجن طلب صورة جديدة لسارة، لكن لينكون حاول إنه ينسيه الطلب ده، بس مايكل قال إن لو ما أخدش صورة حديثة لسارة قبل ميعاد هروبه بساعة واحدة مش هيطلع من السجن، وكان لازم مايكل يبلغ سوزان بالطلب عشان تلحق تتصرف بدل ما كل حاجة تبوظ. لما رجع مايكل للسجن تاني وبدأ يراجع خطته مع ماهون وويسلر، حصلت حاجة غريبة عطلت وبوظت كل الترتيبات اللي في بالهم. السجين الجديد اسمه تيجا، اللي كان وقف ويسلر في السجن وقال إنه شافه في بلد تانية قبل كده وكان ليه اسم ومنصب مختلفين. مايكل حاول يعرف أكتر منه عن المعلومة دي، لكن تيجا رفض يتكلم أكتر، وبعد دقايق من كلامهم عرف مايكل إن السجين الجديد اتقتل، وده طبعا بيهدد خطة هروبهم بالكامل. فبدأ يحقق في الموضوع بسرعة بعد ما شك في المحقق ماهون اللي كان بيتكلم عن ضرورة إن حد تاني يتقتل عشان يجي سكر ويرش الحديد بتاع السور أكتر بالمادة اللي هتخليه يتفتت. في الوقت ده كان لينكون وصوفيا بيحاولوا يتأكدوا من إن الحارس بتاع برج المراقبة هيشرب القهوة اللي فيها المخدر، واتصلت سوزان على لينكون اللي كان بيراقب الحارس وصوفيا من بعيد، ونتيجة عدم تركيزه غلط في كلامه معاها، وعرفت سوزان إن ميعاد التسليم اللي متفق عليه مع الأخين سكوفيلد مش نفس الميعاد اللي هيهرب فيه مايكل وويسلر، عشان كده راحت عشان تقتل الجي. لكن لينكون اتصل في آخر لحظة واعتذر لها، وكمان قال لها على الحقيقة وطلب منها تقابله في موقف العربيات اللي عند السجن عشان ياخد صورة سارة ويوريها لمايكل. أما جوه السجن فحاول الزعيم يعرف مين اللي ارتكب جريمة القتل دي، وسأل الولد اللي بيلعب كرة السلة لأنه كان موجود في مكان قريب من مكان الجثة، وقال إنه شاف ويسلر داخل عند القتيل قبل موته بوقت قليل، وعشان كده قبض عليه الزعيم وقال إنه هيقتل ويسلر لو ما ظهرش أي دليل جديد ينفي التهمة عنه. مايكل حس إن خطته هتبوظ لأنه لازم يخرج حي من السجن ومعاه ويسلر طبعا، فعشان كده حاول يوصل للقاتل الحقيقي. في اللحظة دي قابله تيباك في الممر وقال إنه يقدر ينقذ صديقه بإنه ياخد الخاتم بتاع سامي الدراع اليمين لزعيم السجن ويحطه في مكان الجريمة، والباقي هيعمله تيباج، ويبقى كده بيضرب عصفورين بحجر واحد. من ناحية مايكل ينقذ صديقه المقرب وتيباج يخلص من عدوه اللدود سامي للأبد، بس مايكل ما بقاش عارف يعمل ايه، وخصوصا ان عمره ما هيثق في كلمة بتخرج من المجنون تيباج، فعشان كده راح على طول لمهن عشان ياخد رأيه، لكنه ما كانش في الزنزانة. ولما قعد مايكل يستنى شوية لمح تحت سريره السكين اللي اتقتل بيها تيجا السجين الجديد، فراح وواجه مهن وقال له انه هيبلغ زعيم السجن اللي لقاه عشان ينقذ ويسلر، لكن ماهون اتنده اسمه في نفس اللحظة بأن عنده زيارة. ولما راح قابل الضابط من مكتب الشؤون الداخلية اللي حبسه وعرض عليه صفقة مغرية جدا، وهي أن ماهون هيقف قدام القاضي ويعترف بكل الجرائم، وده مقابل أنه هيقضي 8 سنين في سجن كويس ويخرج من سجن سونا السيء السمعة ده فورا. لكن ماهون محبش يقعد المدة دي كلها، فقرر الضابط المسؤول أنه يخفض المدة لـ4 سنين بس، وهنا ماهون حس أنها صفقة كويسة، وخصوصا أنه لو ر
رجع هيتقتل في السجن، فبيخرج فورا من السجن بعد ما بيكون الزعيم عرف كل حاجة وما بقاش قدامه غير انه يقتل ويسلر، لان المتهم الحقيقي خلاص هرب. بس في اللحظة الاخيرة اللي بياخد الطعنة بالسكينة هو واحد من مساعدين الزعيم. الزعيم قال انه لقى في الزبالة سيجارة كانت بتتبعت له دايما من اخوه برا السجن، واللي كان بياخد السيجار ده هو اكيد اللي بيسرقه، وما قدرش المساعد ان يقول على الشخص الحقيقي اللي بيسرق السجاير دي، وهو سامي الدراع اليمين للزعيم، لان رقبته اتقطعت وعلق جثته قدام الاستراحة بتاعته علشان يبقى عبرة لكل المساجين. في اللحظة دي كان لينكون بيستلم صورة سارة، بس لقاها ماسكة نفس الجريدة بتاعت المرة اللي فاتت، ولما اتعصب على سوزان عشان كده مايكل هيكتشف انها مش صورة حقيقية وكل حاجة هتتعقد. قالت له سوزان ان دي مشكلته هو ويحلها بمعرفته، فقرر لينكون ينزل من العربية ويعترف لمايكل بكل الحقيقة، واللي ساعة ما عرفها المهندس لف ورجع للسجن وما سمعش ولا كلمة من كلام لينكون اللي كان بيتوسل لأخوه عشان يخرج مع ويسلر بدل ما ابنه يتقتل. مايكل رجع على السجن وبدأ يفكر مع نفسه، وبعدين راح لويسلر وعرفه باللي حصل عشان يرد عليه ويسلر بمنتهى البرود. فبيخرج مايكل من جيبه رجل فرخة كان أخدها من الزعيم أول ما دخل، وقال له إنه يقدر يستخدمها في أي وقت عشان ينتقم من أي حد في السجن من خلال إنه يرميها على الأرض قدام الشخص اللي عاوز يقتله. وعمل كده فعلا مايكل مع ويسلر، وبيجي الزعيم وبيقول إن دي كده بقت مباراة قانونية في السجن، ولازم ويسلر يقف قدام مايكل اللي عاوز ينتقم لموت حبيبته سارة. موت سارة خلى مايكل سكوفيلد يعلن الحرب على ويسلر وطلب يدخل معاه في معركة عشان يقتله، بس المهندس كان في نيته حاجة تانية، لأن ويسلر راح على زنزانته وشاف مايكل مستنيه هناك وبيتكلم معاه بهدوء على عكس ما كان متوقع ده. ولما حب يفهم منه إيه اللي بيحصل، مايكل قال له إن عملية الهروب بتاعتهم اللي المفروض تتم كمان دقايق محتاجة لعملية تشويش كبيرة، وإعلان المعركة اللي عمله من شوية هو ده عملية التشويش عشان ياخد ويسلر نفسه بعد الكلمتين دول ويرتاح من الخضة اللي تسبب له فيها سكوفيلد. المساجين بتوع سجن سونا كلهم نزلوا للساحة منتظرين المعركة المثيرة بين سكوفيلد وويسلر، لكن الاتنين دول كانوا في الزنزانة بيجهزوا للهروب. مايكل كسر الحديد بتاع الشباك باستخدام القلم اللي المحقق ماهم جايبهوله، وبعد كده جابوا السلم اللي عملوه من الشبكة وربطوه في الشباك واستنوا اللحظة اللي حاسبينها بالدقيقة. لكن لما الوقت اللي مستنيينه جه، كان الحارس بتاع البرج الأول خلاص نام من المخدر اللي محطوط في القهوة بتاعته، لكن الوميض بتاع نور الشمس اللي بيبعد الحارس التاني عن البرج لمدة 6 دقايق ما حصلش، وده اللي خلاهم يترعبوا. لكن فجأة بدأ السحاب يبعد عن الشمس ويحصل الوميض عشان يبعد الحارس زي ما هم متوقعين، ويبدأ مايكل ينزل الأول. ولما وصل الأرض كان وراه ويسلر على السلم القماش، لكن فجأة شاف مايكل السحابة بتتحرك تاني عشان تحجب نور الشمس، وده اللي هيخلي الوميض يروح ويرجع الحارس لمكانه، وبكده هيبقى في خطر على حياتهم. فبسرعة فكر مايكل وقرر ينده على ويسلر ويقول له يرجع تاني للسجن، وبدأ مايكل يطلع على السلم هو كمان ورجع للزنزانة في اللحظة الأخيرة. الاتنين المساجين كانوا هيتجننوا لأن خلاص فرصتهم الوحيدة للخروج من السجن راحت وما بقوش عارفين هيعملوا إيه. فجأة لما حس زعيم السجن إن الاتنين اتأخروا بعت رجالته يدوروا عليهم، وفعلا جابوهم، وبقى مضطر مايكل وويسلر إنهم يدخلوا في معركة قصاد بعض، وواحد بس اللي هيخرج منها حي على رجله. في نفس اللحظة كان لينكون مستني على الشط لحظة خروج أخوه، وكانت سوزان في نقطة اللقاء ومعها إلجي، لكن الوقت اللي كان قايل عليه مايكل لأخوه الكبير عدى ومفيش أي حد ظهر، وبدأ الجو يتوتر أكتر. سوزان اتصلت بالراجل بتاعها اللي قدام السجن وقال لها إن الجو هادي ومفيش أي حد خرج ولا في أي تحركات غريبة بتحصل، وده اللي زود غضب سوزان أكتر وخلاها تفكر في قتل إلجي ابن لينكون زي ما قتلت سارة حبيبة مايكل. بس لينكون كان عامل حسابه لو ما قدرش أخوه يخرج وكان مجهز خطة بديلة، وبعت سكر للمكان بتاع اللقاء مع سوزان وابنه وخلاه يستخبى بعيد ويراقبهم ويتدخل في حالة الضرورة. لكن لينكون ما كانش عارف باللي هيحصل معاه على الشط، لأن صوفيا طلعت من شنطتها مسدس وهددته بأن حبيبها ويسلر لما يجي مع مايكل هتاخده ويمشوا ومش هيسلموه لسوزان زي ما هو بيخطط. لكن لينكون قال لها أن الرصاصة اللي هتضربها دي مش هتقتله هو وبس، دي كمان هتقتل ابنه معاه، عشان تتراجع صوفيا بعد الكلام اللي قاله لينكون وتنزل
بينزل المسدس ويسمعوا فجأة صوت الإنذار بتاع السجن، فبيتحرك لينكولن وبياخد العربية بتاعت صوفيا ويروح لمكان اللقاء مع سوزان عشان يلحق ابنه. في السجن بدأت المعركة اللي بين سكوفيلد وويسلر، وفعلا بدأ الاتنين يضربوا في بعض لأن لو محدش فيهم قتل التاني يبقى هما الاتنين هيتقتلوا. مايكل كان مسيطر في الأول على القتال ده، لكن فجأة اتقلبت الموازين وخلاص قرب ويسلر من إنه يقتل مايكل، لكن السلم اللي كان معمول من الحبال وسايبينه على الشباك الهوا وقعه وبقى ظاهر للحارس بتاع البرج الأول اللي شاف زميله في البرج التاني مش موجود، فبلغ الدورية عشان تروح تطمن عليه، وأول ما شاف السلم مربوط في الشباك بتاع السجن بلغ عن حالة هروب بتحصل، وبدأت القوات تجهز عشان يدخلوا، وتكون لحظة دخولهم دي هي اللحظة اللي أنقذت حياة مايكل. الحراس انتشروا في السجن كله، وقال رئيس الحرس لزعيم السجن إن الشباك اللي مربوط فيه الحبل كان في زنزانة واحد من أفراد العصابة بتاعته، وراح رئيس الحرس على واحد من عصابة الزعيم وسأله هل دي زنزانتك؟ لكن الراجل ده مردش عشان يستقبل رصاصة في صدره من رئيس الحرس ويقع على الأرض ميت فورا. بعد كده بيوجه رئيس الحرس كلامه للزعيم اللي بيأنبه فيه عشان هو وفر له كل حاجة كان محتاجها، لكن في المقابل ما قدرش يسيطر على النظام في السجن، وبيهدده انه لازم يعمل ده بسرعة قبل ما يكون هو القتيل التاني. وبعد كده بيسيب الزعيم وبيمشي، وبيبص الزعيم على سكوفيلد اللي واضح من نظرته دي انه متأكد من ان هو اللي ورا محاولة الهروب اللي حصلت، وبيبعت رجالته عشان يجيبوهوله. لينكولن كان بيسوق العربية زي المجنون للمكان اللي فيه سوزان مع ابنه، وكلم سكر اللي قاله ان سوزان بدأت تتحرك وهتسيب المكان وتمشي، لكن لينكولن قاله ان مهما حصل ما يسمح لهمش يسيبوا المكان ابدا، فبيتحرك سكر بسرعة وبياخد العربية ويقطع الطريق عليهم، فبتتخبط العربيتين في بعض وبيغمى على كل اللي فيهم، ولما بيوصل لينكولن للمكان بياخد مسدسه وبيمسك سوزان بعنف وبيهددها عشان تسيب ابنه، بس حاول واحد من الفريق بتاعها انه يضرب الرصاص على لينكولن من غير ما ياخد باله، بس لينكولن قتله ونزل التاني من باب العربية اللي ورا وفي ايده الجي والمسدس على راسه. سوزان امرت الراجل بتاعها بانه يقتل الجي، بس لينكولن سابها وبدأ يصرخ بغضب وطلب منها فرصة تانية عشان يصلح اللي حصل، فبتركب العربية وبتاخد الجي معاها وبتمشي دليل على انها وافقت. مايكل سكوفيلد راح وهو مربوط لزعيم السجن اللي أخده ودخل على أوضة مقفولة بعيد عن رجالته، وقطع الحبل اللي مربوط به إيد مايكل وسأله أنت اللي كنت بتخطط عشان تهرب؟ بس مايكل قال له لا، فقرب منه الزعيم وقال بلهجة جديدة أنت اللي كنت بتخطط لمحاولة الهروب دي وهتاخدني معاك. تاني يوم الميكروفون بتاع السجن قال إن فيه زيارة للسجين ويسلر، لما طلع كانت الصدمة إن اللي جاية تزوره هي سوزان بنفسها، وبيقول لها ويسلر إنه محتاج 4 أيام بس وهيحاول يهرب مرة تانية، فبترد عليه سوزان وبتقوله إنها هتبلغ لينكولن بالكلام ده وبتسيبه بعد كده وبتمشي، بعد ما بنكون عرفنا إن كل حاجة كانت متخططة مع ويسلر من البداية. وبيظهر هنا مايكل من شباك الزنزانة وهو شايف اللقاء اللي كان بين سوزان وويسلر، وبتبدأ كل حاجة تتوضح أكتر ليه. في اليوم التاني لينكولن راح السجن عشان يطمن على أخوه مايكل، ولما شافه طالع له من الباب حس بالراحة وسأله المهندس العبقري على ابنه إلجي، بس لينكولن قال له إنه كويس وإن سوزان منحتهم 4 أيام تانية وإلا كل حاجة بينهم هتنتهي وهتقتل الولد. مايكل طمنه وجه يرجع على السجن تاني فوقفه لينكولن وقال له إن في نقطة اللقاء اللي كان متخطط يسلمه ويسلر فيها لسوزان شاف هناك 3 أكياس جثث، وواضح إن سوزان ما كانتش مخططة إن حد منهم يخرج حي بعد التسليم، فرجع مايكل لأخوه قال له إنه مش هيسمح بأي حاجة وحشة تحصل لابن أخوه مهما حصل، وبيرجع على السجن تاني. سوزان كانت في الفندق بتحاول تتصل بالرئيس بتاع المنظمة المشبوهة واللي اسمها الشركة، لكن ما كانش فيه ولا رقم بيرد عليها، ولما دخلت أوضتها شافته قدامها هو والرجالة بتاعته، وقال الرئيس ده لسوزان إنه بيكره السفر جدا والفوضى اللي هي تسببت فيها وخلته يلجأ للسفر عشان يصلح العبس اللي بيحصل ده، وبيشاور لرجالته عشان يكتفوها على السرير، وبيقول لها إن هو دلوقتي هينفذ خطة الحرق بالكامل وهيخرجوا ويسلر بنفسهم حتى لو هيضطروا إنهم يقتلوا كل اللي في السجن، ولو ما عملتش كده هتبقى حياتها هي التمن، عشان تروح سوزان بعدها في زيارة سريعة لويسلر وتبلغوا إن الساعة 5 مساء تاني يوم هيتم تنفيذ خطة الحرق الكامل. فبيظهر على ملامح ويسلر التوتر وقال لها ان كده هيبقى في خطر على حياتي، لكنها طمنته، ولما سألها على سكوفيلد قالت له انه لازم يقتله.
في الوقت ده كانت صوفيا في بيتها بتفكر في حبيبها المسجون، وفجأة جالها تليفون من رقم غريب بيقول صاحبه ان جيمس ويسلر كان مأجر شقة وحصل فيها عطل في السباكة، وكان صاحب الشقة دي عاوز يبلغ ويسلر باللي حصل، لكن بعد دخوله السجن ما بقاش عارف يوصل لأي حد من اللي يعرفوه، لغاية ما جات له فاتورة التليفون وعرف ان الرقم ده هو اللي كان بيكلمه ويسلر كتير، فعشان كده كلمها. فبترد عليه صوفيا وبتقول له انها مرات ويسلر وهتيجي عشان تعرف باللي حصل، وكانت طبعا مصدومة لانها ما كانتش تعرف حاجة عن الشقة دي. لكن اللي ما كانتش تعرفه برضو ان التليفون بتاعها متراقب والشركة كانت بتتصنط عليها، وعرفت سوزان ان صوفيا هتروح على الشقة بتاعت جيمس ويسلر. المحقق ما هو نغير هدومه وكان في طريقه للمحكمة عشان يشهد بكل التفاصيل اللي تورط فيها على المنظمة اللي اسمها الشركة، لكن جسمه كان محتاج لجرعة المخدرات اللي بتخليه يمسك نفسه ويظهر زي الشخص الطبيعي، بس كان بيتماسك عشان ما يظهرش عليه اي نوع من انواع تعب المخدرات دي ويتفضح قدام زمايله القدام. لكن فجأة بيجي تليفون للضابط اللي خرجه من سجن سونا وبينقله للمحكمة، واللي بيعرف منه ان الحكومة بتاعت بنما رفضت خروج ماهم من السجن اصلا، فعشان كده هيروحوا على فندق ويباتوا لغاية ما يخلصوا المشاكل دي. فبيبدأ ماهم يتوتر ويحس ان في لعبة بتتلعب عليه، لكن زميلته القديمة اللي كانت من المساعدين بتوعه طمنته وقالت له ان كل حاجة هتمشي حسب الاتفاق اللي قالوا له عليه. صوفيا وصلت الشقة بتاعت ويسلر وبدأت تدور في كل ركن فيها على اي حاجة تساعدها انها تفهم ايه اللي بيحصل، ولما فتحت درج المكتب اكتشفت باسبور امريكي في صورة لويسلر حبيبها، لكن مكتوب فيه اسم شخص تاني. وقبل الصدمة ما تروح بتسمع صوت الباب اتفتح، ولما بتلف بتشوف سوزان داخلة من الباب، وبتبدأ المجرمة دي تهددها بانها لازم تنسى كل اللي شافته في الشقة، وكل اللي لازم تعمله دلوقتي انها تروح على شقتها وتسترخي خالص وتستعد عشان تشوف ويسلر الليلة، وبتاخد من ايدها الباسبور وبتأمرها انها تمشي فورا وتعمل اللي قالت لها عليه، ولو حصل عكس كده يبقى هيحصل حاجات هي مش هتحبها ابدا. فبسرعة بتهرب صوفيا من قدامها وبتبدأ سوزان تلم الحاجة من الشقة. بنرجع لسجن سونا تاني اللي بيكون مايكل فيه بيحاول يقنع الزعيم بإن يديله التليفون عشان يفكر في طريقة للهروب مع أخوه، لكن الزعيم رفض وقال إنه عنده فكرة وهيبلغه بيها، وبعدين بيمشي. وبيروح مايكل بعد كده لويسلر اللي كان واضح عليه التوتر وكل شوية يبص في ساعته، وبيقوله إن في خطة جديدة ظهرت للهروب وهيقوله عليها بعد ما يقابل زعيم السجن، لكن ما كانش باين على ويسلر الاهتمام، وده اللي بيخلي مايكل يشك أكتر. وبيمشي ويسلر وبيروح لواحد من السجن وبياخد منه لفة صغيرة كده بيخبيها في حزامه وبيدفع له فلوس، بس مايكل بيعترضه تاني، وأول ما بيزنقه في الكلام بيجي المجنون تيباج وبيدي سكوفيلد جواب من الزعيم، ولما بيفتحوا بيلاقي فيه مرسوم خريطة للاستراحة بتاعت الزعيم، وبيروحوا هما الاتنين. بس من غير ما مايكل ياخد باله بيخرج ويسلر سكينة من اللفة اللي في حزامه وبيخبيها ورا ظهره وهو ماشي مع مايكل. وصل الاتنين للاستراحة بتاعت الزعيم واكتشفوا باب ورا الحيطة ما كانش ظاهر لأي حد قبل كده، بس الباب مقفول بكلمة سر وكان الزعيم كاتبها في الجواب اللي في ايد مايكل. ولما فتحوا الباب ونزلوا شافوا المخزن بتاع الأكل اللي بيجي من الحراس كل أسبوع، وفضلوا ماشيين فيه لغاية ما قابلهم باب تاني وبرضه كان مقفول بكلمة سر لكنها ما كانتش معاهم، فحس مايكل ان في حاجة غلط بتحصل، وبصنعة لطافة كده خرج ويسلر السكينة من الحزام وجهز عشان ينفذ كلام سوزان ويقتل مايكل. لكن فجأة وصل زعيم السجن وقال ان محدش يعرف كلمة السر بتاعت الباب التاني الا هو، ولما دخل التلاتة قال لهم ان السجن كان عبارة عن قسمين، القسم ألف والقسم باء، ولما حصل الشغب زمان نقلوا كل المساجين للقسم باء، والمكان اللي هم فيه كان أنفاق بتربط القسمين ببعض، الحكومة فجرتها عشان تقفل الطريق على أي محاولة للهرب، وإن الحل اللي قدامهم إن المهندس العبقري اللي معاهم هيحفر في النفق ده طريق للهروب بتاعهم، بس لازم يخرجوا دلوقتي لأن سامي المساعد جاي للزعيم دلوقتي وما ينفعش يشوفهم معاه. وقبل ما يخرج التلاتة من المكان اللي كانوا فيه نزل سامي للنفق ده، فاعترضوا الزعيم وحاول يلهيه عشان ما يشوفش المساجين معاه وأخد وخرج. فبيرجع مايكل للنفق تاني بعد ما قدر يسد القفل بتاع الباب بورقة من غير ما الزعيم ياخد باله، وبدأ يحكي لويسلر خطته في الحفر في النفق، لكن كان باين على ويسلر التوتر الشديد، فبيقول لمايكل إن عنده خوف من الأماكن المقفولة وإنه لازم يخرج عشان يتنفس هوا، لكن في الحقيقة هو كان بيخترع أي حجة عشان يخرج قبل الميعاد اللي قالت له عليه سوزان إنهم هيجوا ويهربوه فيه. ماهون كان خلاص بدأت تظهر عليه علامات التعب الشديد لأن جسمه محتاج لجرعة المخدرات، فدخلت عليه زميلته السابقة في الشغل، ولما
لما شافته كده اضطر مهن يعترف لها بكل حاجة ويطلب منها انها تجيب له العقار اللي بيساعده على انه يمسك نفسه عشان يقدر يروح المحكمة ويقدر يقف قدام القاضي ويقول شهادته بالكامل. فبتوافق المحققة على كده، لكنها بتروح وبتتأخر في انها ترجع. وبيدخل ضابط الشؤون الداخلية للشرطة وبيقول للمهن ان يستعد لان جلسة الاستماع بتاعة المحكمة خلاص كمان دقايق. مهن رفض يمشي الا لما تيجي زميلته، لكن الضابط قال له يا اما يروح معاه المحكمة دلوقتي او يرجع على سجن سنة وينتهي الاتفاق اللي بينهم. ولما بيروح مهن للمحكمة بيكون وصل لمرحلة متأخرة جدا من الانهيار، وبيكون محتاج بشكل كبير جدا لجرعة المخدرات، وبتظهر أعراض الارتباك الشديد على ملامحه في الجلسة. وبيكون قرار المحكمة إن كلامه مش منطقي ومش هينفع يتم أي نوع من أنواع الاتفاق معاه، وقرر إنه لازم يرجع تاني فورا على السجن. الشك اللي جوه قلب مايكل من تصرفات ويسلر الغريبة خلاه يحس إن في خطر بيقرب منه ومن أخوه، فحاول يتصل عليه من تليفون الزعيم عشان يحذره، لكن الزعيم رفض. فراح مايكل للولد اللي بيلعب كرة السلة واللي كان بيستعد عشان أبوه جايله في زيارة، وطلب منه إنه يخلي الأب يتصل بلينكوم بعد الزيارة ويبلغه رسالة مهمة هيتوقف عليها حياة أو موت أخوه. وبعد تردد قدر مايكل إنه يقنعه بكده، وفعلا بيبلغ الولد أبوه الرسالة. وبيروح الأب بعد الزيارة وبيتصل من كابينة تليفون عمومية بلينكون اللي كان رايح للفندق بتاعه مع سكر، وبيقول له إن مايكل بيبلغك إنك ما تتعشاش في البيت النهاردة، وبيقفل الخط عشان يقول لينكون لسكر بعدها بإن الرسالة دي كانت شفرة بينه وبين أخوه هما صغيرين لما بيحب يحذره من حاجة معينة. بس لما وصل لينكون عند الفندق شاف صوفيا خارجة وقالت له على اللي حصل معاها في شقة ويسلر والست اللي قابلتها، فبيعمل لينكون حركة غبية وبيتصل على الرقم بتاع زعيم السجن عشان يكلم مايكل، فاللي بيرد عليه هو سامي وبيقول للزعيم ان اخو سكوفيلد عاوز يكلمه. فبيبلغ الزعيم مايكل بعدها بان اخوه لو اتصل تاني على الرقم ده هو اللي هيدفع التمن، وبيديله التليفون عشان يعمل المكالمة اللي هو عاوزها. في اللحظة دي كان لينكون وسكر ومعاهم صوفيا، ما كانوش يعرفوا ان رجالة سوزان بتراقبهم وجالهم الامر بانهم يخلصوا عليهم كلهم. بس لينكون لما سمع كلام صوفيا اتأكد من التحذير اللي بعته له اخوه وقال انهم لازم يتحركوا فورا، لكن قبل ما يتحركوا بالعربية كانت مجموعة الاعدام بتاعت سوزان وصلت لهم ودارت معركة كبيرة بينهم، وقدر لينكون ان يقتل الزعيم بتاعهم وينقذ صوفيا. وقبل ما يركبوا العربية ويهربوا بيتصل به مايكل وبيقول له ان شاف سوزان مع ويسلر في الزيارة، فبيقول له لينكون انها كمان امرت بقتلهم لكن قدر يهرب من الموت. فبيرد مايكل على اخوه لحظتها وبيقول له ان الكلام ده معناه بان الشركه خلاص ما بقتش محتاجاهم وهتقتلهم وهتهرب ويسلر بنفسها. فبيجري مايكل عشان يدور على ويسلر وبيوقيه واقف قدام فتحه في السقف وواضح كده انه بيجهز عشان يدخل فيها. فقال له باستغراب ازاي واحد عنده فوبيا من الاماكن المقفوله هيقدر يدخل من الفتحه الضيقه دي، لكن قبل ما يشرح ويسلر سمع الاثنين صوت ضرب نار بره السجن. فبيجري مايكل عشان يشوف ايه اللي حصل وبيدخل ويسلر من الفتحة وبيطلع على السطح. مايكل شاف طيارات هليكوبتر بتقتحم السجن وبتقتل اي حد تلاقيه في طريقها سواء من المساجين او من الحراس، فبيجري بسرعة على ويسلر اللي طلع على السطح ومستني الطيارة ترميله الحبل عشان يهرب، لكن مايكل بدأ يضرب فيه وتعلق في جسم ويسلر لما مسك في الحبل، وما بقاش القناص اللي في الطيارة عارف يقتله لان جسم ويسلر حاجب للرؤية. فبيحس ويسلر بوجع في ايده بسبب الحمل التقيل وبيقع على السطح التاني. في نفس الوقت كان الحراس قدروا يقتلوا واحد من اللي في الطيارة، فبتتلغي المهمة وبتنسحب الطيارات بعد ما فشلت في انها تجيب ويسلر من السجن. وهنا بتحس سوزان بصدمة كبيرة جدا. بعد ما الدنيا هديت دخل الحراس للسجن عشان يسيطروا على المساجين، لكن المرة دي دخل رئيس جديد للحرس اللواء زفالة اللي راح لمايكل وضربه ضربة جديدة عشان من ساعة ما جه حصل محاولتين للهروب من السجن في اسبوع واحد، وعشان كده مش هينفع يقعد في السجن ده بعد كده، وبياخدوا الحراس وبيخرجوا فورا. اللواء زفالة اخذ مايكل للمكتب بتاعه اللي بره السجن وقال له ان الرئيس القديم لحرس السجن اتنقل وان هو اللي هيمسك الامور مكانه، وبدأ يقنع مايك بانه لازم يعترف ان ليه يد في محاولة الهجوم على السجن وتهريب واحد من المساجين. بس مايك قال له ان ما يعرفش عنها حاجة، وعشان كده بياخدوا اللواء على اوضة من الحديد ومتحوطة بالسلوفان اللي بيسبب كتمة شديدة للجو. الاوضة دي هو مسميها الاوضة الحارة واللي هيفضل مايكل فيها ومش هيخرج الا لما يتكلم. ولما شاف المساجين ده من شبابيك السجن قالوا ان خلاص هيموت في الاوضة دي لان محدش بيدخلها ويخرج حي ابدا.
ماهون رجع للسجن من تاني وقابل ويسلر أول ما دخل واستغرب إنه لسه موجود، بس ويسلر قاله إن عنده خطة عشان يهرب من السجن ولازم المحقق يروح يرتاح الأول قبل ما يقوله عليها. ماهون أول ما سمع كده استعجل وقاله أنا مش هرتاح إلا لما أبقى برا السجن ده، لكن ويسلر بيوعده إن مش هيخرج من السجن إلا وهو معاه بس لازم يرتاح الأول. فبيقتنع ماهون وبيروح على زنزانته عشان يرتاح، بس هناك بدأت علامات التعب تظهر عليه أكتر، فبيجيله المجنون تباج وبيعرض عليه جرعة من المخدرات، بس ماهون في تصرف غريب منه رفضها. تباج قال له انه هيموت ولازم ياخد حقنة المخدرات دي، بس ماهون رد عليه وقال له انه لو مات فهيستناه في الجحيم. اللواء زفالة خرج من مكتبه وأمر بأن واحد من الحراس يودي كوباية المية دي لمايكل في زنزانته الجديدة، لكن الحراس قالوا له أن ما يستحقهاش أصلاً، بس سكر اللي هو حفار القبور بتاع السجن كان وصل وعرض أنه هو اللي هيوديها للمسجون، وبيروح لمايكل وبيقنعه يشرب المية ويصمد أكتر لأنهم خلاص هيقربوا يخرجوا من السجن، بس مايكل كان يائس جداً وقال للسكر أنه يستقيل من شغلته بتاعة حفر القبور دي في السجن وينسى كل حاجة ويروح عشان يهتم حياته. بس سكر وعده ان مش هيتخلى عنه ابدا. في نفس الوقت كان فيه انقلاب بيحصل على زعيم السجن من المساعد بتاعه سامي اللي بدأ يحس انه ضعيف وبيفكر في نفسه بس، عشان كده بدأ يفكر انه ينقلب عليه واقنعه انه يضم رجالة جديدة للعصابة بتاعته في السجن. فواحد من الرجالة دي حاول يهين بليك اللي رفض الاهانة وقاله انه ما عادش المرمطون بتاع السجن وزقه من قدامه، ولما راح على زنزانته شاف رجل الفرخة اللي هي عبارة عن اعلان لمعركة بين صاحب الرجل دي والشخص اللي بيلاقيها قدامه، ولما اخدها بليك وراح على استراحة الزعيم شاف سامي هناك وقال له انه مش عايز المعركة دي، لكن سامي قال له ان المعركة هتبدأ خلاص بعد ما يخلص هو ورجالته غداهم. في الوقت ده كان الزعيم قاعد في اوضته وشايف اللي بيحصل برا، فخرج لسامي وسأله ازاي يدي امر بالقتال من غير ما يرجع ليه، فرد سامي وقال ان دي حاجة عادية دلوقتي، في نبرة كانت عبارة عن تحدي واضح للزعيم. اللواء الجديد للسجن راح لمايكل في زنزانته اللي بيتعذب فيها تحت اشعة الشمس وقال له انه مش هيخرج من هنا الا لما يقرر يتكلم ولازم يفكر بحكمة وينقذ حياته، فبيقول له مايكل انه خلاص هيتكلم وبيأمر اللواء رجالته انهم يخرجوه. واول ما شاف المساجين انه خارج من شبابيك السجن عرفوا ان المهندس قرر يقول اللي عنده. في اوضة التحقيق مايكل طلب وعد من اللواء زفالة بأنه هينقذ ابن أخوه من العصابة صاحبة وقعة الهجوم على السجن لأنهم واخدينه كرهينة عشان يهرب لهم واحد من جوه السجن، فطلب الزعيم منه اسم الشخص ده، لكن مايكل رفض يتكلم إلا لما ياخد وعد من اللواء على أنه هينقذ ابن أخوه. وبعد ما بيوعد رئيس الحرس بده فبيقول مايكل على اسم ويسلر عشان يروح الحراس ويجيبوه من الزنزانة ويقعد قدام اللواء زفالة في غرفة التحقيق ويبدأ يضغط عليه لغاية ما يعترف على سوزان، لكن معرفته بأي معلومة عنها غير اسمها. حاول اللواء انه يوصل لمكانها لكن ويسلر انكر انه يعرفه، فتدخل مايكل وقال انه يقدر يعرف مكانها فين بس عاوز يعمل مكالمة تليفون، فبيكلم اخوه وبيسأله عن المكان اللي هيقابل فيه سوزان والمعاد، فبيبلغ اللواء بالمعلومة عشان يروح فورا ويقبض على سوزان ويبدأ معاها تعذيب شديد عشان يجبرها تعترف على مكان الولد والجهة اللي بتحركها، لكنها قالت انها هتدلهم على مكان ابن لينكون وبتاخدهم وبتروح على المكان القديم اللي كان فيه الجي وبتقتل الحرس اللي معاها واللواء زفالة كمان. وبعد ما بتحرر نفسها من الكلبشات بتاخد التليفون من جيب اللواء الميت وبتكلم حد من رجالتها عشان يجي ياخدها، وكمان بتكلم لينكون. في السجن دخل ضابط جديد على مايك ويسلر وبياخدهم وبيرجعهم على السجن بعد ما قال لهم ان اللواء زفالة اتقتل من شوية. سكر كان رايح شغله عادي فقابل الراجل اللي بيديله حاجات عشان يحطها في صناديق الاكل بتاعه المساجين ويدخلها لسامي في السجن، والمرة دي كان عاوز يديله طرد يدخله بس من غير فلوس، فرفض سكر العرض وقبل ما يمشي هدده الراجل بانه هيقتله لو ما نقلش الطرد لجوه السجن عشان يجبر سكر انه ينفذ ده. ولما جه وقت الزيارة في السجن كان سامي عنده زائر وبيكون هو نفس الشخص اللي كان بيبعت الطرد مع سكر، ولما سأله سامي هو انت فتحت الطرد ولا لا فبيقوله انه استلمه فعلا لكن لسه ما يعرفش فيه ايه، فبيطلب منه الراجل انه يروح ويفتح الطرد وانه لازم يبدأ يفكر بجد في ان الزعيم بتاع السجن ما بقاش يصلح لأي حاجة ولازم يموت. ولما بيروح سامي على زنزانته وبيفتح الطرد بيلاقي فيه مسدس صغير، فبيجهزه سامي وبيحط فيه الرصاص وبيكون واضح انه قرر ينقلب على الزعيم ويقتله.
الدراع اليمين لزعيم السجن خلاص أخد قراره وبدأ ينفذ انقلابه، لكن في الوقت اللي اختاره عشان يعلن سيطرته على السجن كان الزعيم ومعاه المهندس ومهن وويسلر بيجيبوا الحاجات اللي هيحفروا بيها النفق وبيجهزوا نفسهم عشان يطلعوا بره السجن في خلال 4 أيام بس. وده طبعا كان توقيت وحش جدا عشان يطير الزعيم فيه من على الكرسي، لأن كده خطة الهروب كلها هتتأجل. وفعلا راح سامي لزعيم السجن مع رجالته وحط المسدس في دماغه وأعلن نفسه زعيم جديد للسجن، وكمان أعلن عن مكافأة صندوق من أفضل أنواع الخمور الموجودة للي هيدله على مكان سكوفيلد. وطبعا كان أول قرار ياخده عشان يضمن ولاء رجالته إنه ياخد لهم حقهم من بليك اللي قتل زميلهم، وأعلن عن معركة بينه وبين بليك واللي أكيد كلنا عارفين مين هيكسب فيها. لينكون كان بيجهز هو كمان خطة عشان يضمن سلامة ابنه، واتفق مع سكر إنه يوافق على إنه يبقى الجاسوس بتاع سوزان وينقل لها كل أخباره، بس طبعا ده هيتم بالتنسيق بينهم وبين بعض. وكمان قال له على المكان اللي يروح يقعد فيه عشان تشوفه سوزان وتبدأ تتفق معاه. ولما راح سكر للكافيه اللي قال له عليه لينكون، جات له فجأة سوزان وقعدت جنبه وقالت له ان لينكون بيرجع كتير في كلامه، وكل اللي هيعمله انه بس هينقل الاخبار الحقيقيه بتاعت لينكون ليها، وده هيخليها متقدمه عليه خطوه، والمكافاه بتاعته عشان اللي هيعمله ده هتكون 50,000 دولار، وعشان تغريه اكتر ويوافق طلعت له شيك بنص المبلغ عشان يكون عربون محبه يعني. بس اللي ما كانش لينكون عامل حسابه هو غباء سكر نفسه، لان المكسيكي فكر انه يطلع كسبان من الطرفين وانه يلعب على سوزان وياخد منها الفلوس وكمان يساعد أصحابه زي ما اتفق معاهم في الأول. وراح على البنك وحول الفلوس فورا لحساب حبيبته وأم طفله ماري كروز، وبكده قدرت سوزان إنها تعرف مكان حبيبته وعنوانها بالظبط من خلال خاصية تتبع المبلغ بتاعها. سكر رجع الفندق وبلغ لينكون إن كل حاجة تمام والخطة ماشية زي السكينة في الحلاوة يا معلم، عشان يبدأ الأخ الكبير إنه ينفذ الجزء التاني من الخطة وياخد صوفيا ويروح يشتري حاجة مهمة. وأول ما وصلوا للمكان وقابلوا الراجل حست صوفيا بالقلق وان الحاجه اللي جايين يشتروها حاجه مش عاديه، وطلع ظنها في محله لان لينكون كان جاي يشتري قنبله، وسال الراجل عن ازاي يقدر يفجرها من على بعد عشان يقول له الراجل وقتها ان من خلال التليفون ده هيتصل بالرقم 11 وساعتها القنبله هتنفجر. فبياخدها لينكون وبيخرج بعدها فورا مع صوفيا، وساعتها سالته ليه ما قلتليش من الاول على طبيعه المشوار اللي رايحينه، لكن رد لينكون عليها وقال لها انه لو كان عرفها من البدايه ما كانتش هتيجي معاه. وبنرجع تاني للسجن اللي قدر فيه الزعيم الشرعي هناك انه ينسحب بهدوء وما يدخلش في صدام مع سامي، ويروح عشان يكمل مع مجموعته حفر النفق اللي هيبقى طريقهم لبره الجحيم ده. وبدأت المعركة بين سامي وبليك. في نفس الوقت كان مهن وويسلر ومايكل خارجين من الأوضة السرية عشان يجيبوا شوية حاجات ناقصاهم، وفضلوا يتسحبوا لغاية ما اتصدموا لما شافوا رجالة سامي لسه موجودين في الأوضة فوق وبدأوا يطاردوهم. وأول ما وصلوا للباب اللي مقفول بكلمة سر محدش يعرفها غير الزعيم، مسك واحد من رجالة سامي ويسلر، بس مايكل رجع وحاول ينقذه، فجي واحد تاني من رجالة الزعيم الجديد وحاول يقتل مايكل، فسحبوا مهن لجوه الأوضة وقفل الباب وراه وفضل ويسلر معاهم بره. رجع واحد من العصابة دي لسامي في ساحة السجن وقت ما كان قرب يخلص على حياة بليك ويقتله قدام باقي المساجين، وقال لهم انهم عرفوا مكان سكوفيلد عشان يسيب بليك وباقي المساجين ويجري بسرعة على الأوضة السرية ويبدأ يضرب ويسلر عشان يقوله على كلمة السر بتاعة الباب. لكن ويسلر قال له ان الوحيد اللي يعرفها هو الزعيم الشرعي، فبيجيبوا رجالة سامي وبيحاولوا يجبروه انه يفتح لهم الباب، لكنه بينكر معرفته لكلمة السر. وهنا بدأ سامي يكلم مايكل ومهن من ورا الباب ويقول لهم انهم لو ما فتحوش الباب فورا هيقتل زمايله اللي معاه هنا، وطبعا لا يمكن يخرج مايكل من السجن من غير ويسلر، فعشان كده دخل مع مهن للنفق وبداوا يدوروا على اي سلاح يساعدهم لما المجرمين دول يدخلوا، لكن سلاح مايكل الاقوى في عقله، وعشان كده طلع لفتحه النفق وشال مسمار معين من مكانه ونزل وفتح الباب لسامي ورجالته اللي دخلوا كلهم وعرفوا الخطه بتاعه هروب مايكل وزمايله كلهم. وقرر سامي انه يهرب مع رجالته ويسيب مايكل وزمايله في السجن، فبدأ مايكل يمارس لعبته العقلية ويستسلم لسامي ويطلب بس منه انه ياخد ويسلر معاه، لكن سامي ضربه وقال له انه هياخد الخطة بالكامل وينفذها لوحده. بس اول ما طلع سامي لفتحة النفق انهار بالكامل ومات سامي تحت الانقاض، فأخد الزعيم الشرعي المسدس بتاعه وقتل باقي رجالة الخاين قبل ما يهربوا.
تكر أخذ القنبلة اللي اشتراها لينكون وراح قابل سوزان في عربيتها وحط القنبلة في الكرسي بتاعها من ورا، وكانت الحجة عشان يقابلها طبعاً إن عنده معلومات، وكانت المعلومات اللي قالها لها تافهة جداً، وده اللي خلى سوزان تكشف له عن معرفتها بمكان حبيبته وأم طفله ماري كروز اللي حول لها سكر الفلوس بتاعت الشيك اللي استلمه، وهددته انه لازم يجيب لها معلومات حقيقية من غير اي ألعيب عشان حبيبته وطفلها ما يموتوش. بدأ يحس سكر بالخوف عليهم وحاول ياخد القنبلة قبل ما ينزل من العربية، لكنه معرفش ورجع تاني للينكون وطمنه. وبعد كده نزل الاخ الكبير مع صوفيا، راح لمحل هدايا وجاب لها ميدالية على شكل برج ايفل لانه عرف انها بتحب باريس ونفسها تروح هناك، وده اللي وضح لنا ان بدأ يبقى فيه استلطاف من الطرفين، وقال لها لينكون لو حبيبك ويسلر بعد ما يخرج ما اخدكيش لهناك انا هبقى مبسوط لان انا اللي هوديكي باريس، وبعدين بيسيبها ويمشي. لما رجعت الامور لطبيعتها في السجن كان المجنون تيباج قدر يلعب في دماغ الزعيم بتاع السجن ويقنعه انه ينضم لعمليه الهروب، وده اللي فرضه الزعيم على مايكل وباقي زمايله، وكمان اعلن الزعيم سيطرته تاني على السجن لما طلع الثلاث جثث بتوع الناس اللي خانوه ورماهم في الساحه قدام باقي المساجين، ورجع هو وتيباج عشان يكملوا خطتهم. بس ليك وقف تيباج وهدده يا إما ينضم ليهم أو هيفضحهم كلهم، وبكده بدأت المجموعة تكبر من تاني. صوفيا رجعت على شقتها ونتيجة للكذب الكتير اللي اكتشفته عن حبيبها ويسلر والمعاملة اللطيفة اللي بدأت تلاقيها من لينكون، فواضح انها بدأت تميل اكتر لاخو سكوفيلد، وشالت الصورة بتاعت حبيبها من الأوضة وبدأت ترمي هدومه وكل حاجته كمان، لكنها لاحظت في الشنطة اللي فيها حاجات الصيد بتاعت ويسلر انها بعد ما فضت كل حاجة منها ان الشنطة لسه تقيلة، ولما قطعتها اكتشفت شنطة غريبة كانت موجودة جواها. بنرجع تاني لسجن سونا اللي بدأ الفريق بالكامل المنضمين ليهم يشتغلوا بإيدهم وسنانهم عشان يخلصوا حفر النفق في الوقت المناسب، لكن فجأة وقع على الزعيم نقطة مية لما كان بليك بيديله جردة للتراب عشان يرميه، فاعتقد إن ده العرق بتاعه فحذره لو نقطة تانية وقعت عليه، بس بليك حلف له إن ده مش عرقه عشان يبص الزعيم كويس ويشوف نقط مية كتير بتقع من سقف النفق، فبينده مايكل سكوفيلد بسرعة عشان يشوف إيه السبب، ولما طلع مايكل لزنزانته في السجن عشان يشوف من الشباك إيه مصدر المية دي، اكتشف ان المطر الشديد اللي بينزل بره ولو استمر بالكثافه اللي هو شايفها دي فده معناه ان النفق هيتكشف للحراس لما تقع التربه فوقه، فاتصل بسرعه على اخوه وقال له انه قرر يغير ميعاد الهروب وهيخليه بالليل بدل تاني يوم بالنهار، فسال لينكون عن السبب على الرغم من ان مايكل كان شايف ان مستحيل الهروب بالليل بسبب كثافه الحراسه، فرد مايكل عليه وقال له ان المطر هو السبب. في اللحظه دي كان سكر عنده ميعاد مع سوزان في نفس الكافيه اللي قابلها فيه اول مره، ولما راح اتصدم بانها بتديله القنبله اللي حطها في عربيتها، وبعد كده خنقته من رقبته وهددته بحبيبته تاني لو قرر يعمل بطل او يفكر من دماغه عشان يرد عليها سكر وهو متوتر بسبب خوفه الشديد على حبيبته وطفلهم اللي في بطنها بانه مش هيعمل كده تاني، فبدات سوزان تساله على شويه حاجات وهو كان بيجاوب بصراحه شديده، وفجاه رن تليفونها وكان لينكون بيبلغها بان ميعاد التنفيذ اتغير وهيبقى النهارده بالليل، فلما قفلت معاه سالت سكر عن المعلومة لكنه قال لها ان ما يعرفش عنها حاجة، فسكتت شوية وبعدين امرته يمشي عشان يقوم وهو متعصب، ولما خرج من الكافيه جاله تليفون من لينكون بيطلب مساعدته في حاجة ضروري عشان عملية الهروب بتاعت بالليل، فبيوافق طبعا بعد ما عرف لينكون باللي حصل معاه في الكافيه. في النفق كان تيباج مع الزعيم بيحفروا، لكن المجنون بدأ يلعب في دماغ الزعيم تاني ويقوله ان مايكل سايبهم هنا بيحفروا وقاعد هو فوق وانه بيعاملهم زي العبيد ولازم يفكروا مع نفسهم في خطة لان مايكل هيسيبهم وراه ويهرب زي ما عمل في الهروب الاول بتاعه، وواضح على ملامح الزعيم انه اقتنع بالكلام ده، وفجأة بدأوا يحسوا بهزات قوية فوقيهم، فراح مايكل يتأكد من الشباك على سبب الهزات دي، لكنها كانت عربية الحرس اللي بتجيب لهم الاكل كل مرة، فضلت تقرب من فتحة النفق ومايكل ومعاه ويسلر في الشباك بيبصوا لها برعب لأن لو طلعت فوق النفق هينهار، بس سبحان الله العربية تغرس في الطين وتقف قبل النفق بسنتيمترات صغيرة، فيضطر الحرس إنهم ينزلوا الأكل مكانهم ويرجعوا تاني عشان يتنفس مايكل وويسلر بعد ما اطمنوا على خطتهم. سكر راح تاني يوم للسجن عشان يمارس وظيفته كحفار للقبور، لكن في الحقيقة هو كان رايح عشان ينفذ اللي قاله عليه لينكون، فأول ما وصل
اتصل بيه مايكل وخلاه يروح على المحول بتاع الكهرباء اللي بيشتغل لما النور بيقطع، ويمليه رقم المحول وخدمة العملاء بتاعته. وبعدين سأله سكر عن عربيات الجيب اللي بتطلع بالليل اللي بتلف حوالين السجن، فمايكل قاله انه سايبها على الله، يعني ما عندوش خطة مخصصة للعربيات دي. بس سكر قاله انه هيهتم بأمرها، وشاف من بعيد ضابط بيطلع في العربيات دي، فاتصل بالسجن وطلب يكلم الضابط عشان ينده عليه عامل التليفون في مكبرات الصوت الداخلية. وأول ما بيمشي الضابط بيروح سكر وبيقطع الخراطيم بتاعة المحركات كلها. بس وهو ماشي بيقابله المسؤول التاني عن الحرس في السجن، وبيطلب منه انه يتحرك معاه فورا، وبيحط ايده على مسدسه. فبيقلق سكر من الموقف ده كله، بس مفيش قدامه غير انه يتحرك مع الضابط. لينكون جاله تليفون من سوزان بتطلب منه انه يروح عشان يقابلها في العنوان اللي هتقوله عليه. بس لما بيروح هناك بيلاقي سوزان معاها صوفيا واتنين من رجالتها واقفين جنبهم، فحاول يطمن عليها. لكن سوزان طلبت منه انه يكلم اخوه مايكل في السجن، واول ما فتح المكالمة سألوا لينكون على ويسلر لو كان جنبه، فبيحطه على الخط عشان تقول له سوزان بصوت عالي ان لو اخر النهار الاحداثيات اللي عاوزينها منه ما بقتش عندها، فده هيخليه يخسر حد عزيز عليه جدا. وبتبدا سوزان تحرق صوفيا في رقبتها عشان تصرخ صوفيا ويسمع صوتها ويسلر، ويبدا يترعب ويتوتر اكتر. وبيوعد سوزان ان هيجيب الاحداثيات في الميعاد اللي عاوزاه، لكن بلاش تاذي حبيبته. وبعد ما قفلت سوزان الخط معاه بدا ويسلر يعيط ويقول لمايكل انه لازم يفتكر الاحداثيات دي في اسرع وقت. لكن مايكل كان معترض على ده وقال له ان مصير سوزان هيكون نفس مصير سارة لو اخدوا الحاجة اللي محتاجينها منه. بس ويسلر قال له انه كده او كده ميت، فمفيش حاجة يتخاف عليها ومفيش اختيار قدامه للتفكير. وبيحسم ويسلر قراره بانه هيسلمهم الاحداثيات المطلوبة. في اخر النهار وقبل ما الدنيا تليل بيتنده على ويسلر في مكبرات الصوت بتاعة السجن عشان عنده زيارة. واول ما خرج اتصل مايكل باخوه لينكون وقال له ان ويسلر هيسلم سوزان الاحداثيات وكده الخطر هيزيد، لكن لينكون بيهديه وبيقوله انه هيقابله كمان دقايق. وقبل ما يحاول مايكل يفهم معنى كلامه بيسمع اسمه هو كمان في مكبرات الصوت عشان عنده زيارة. ولما خرج قابل اخوه وسوزان وصوفيا ويسلر وكلهم برا، واتفاجئ بان ويسلر بيقطع الورقة اللي فيها الاحداثيات بالنص وبيدي نصها لسوزان وبيقول لها ان النص التاني هتقدر تاخده لما يخرج من السجن. وبيتأكد ان صوفيا والجي وكمان مايكل واخوه لينكون بخير وده شرطه الوحيد، فبتدي له سوزان ساعة وبتقوله ان لما التوقيت اللي فيها يخلص وهي ما اخدتش الاحداثيات اللي عاوزاها، فده معناه ان حبيبته صوفيا هتتقتل. وبعد ما بتمشي سوزان بيبص ويسلر لمايكل وبيقول له انا دلوقتي ساعدتك وجه عليك الدور ولازم تساعدني عشان اخرج من هنا في اسرع وقت، وبيسيبهم وبيمشي عشان يطلب مايكل من اخوه لينكون وقتها انه لازم يهتم بموضوع الكهرباء بتاعه السجن عشان دي الخطه الاخيره من خطتهم. بيروح مايكل للولد اللي بيلعب كره السله اللي بيحاول يطلب منه اكتر من مره انه يهرب معاهم، وبيسأله لو أبوه لسه معاه رقم أخوه لينكون، فبيرد الولد ده وبيقوله أكيد. فبيطلب منه مايكل أن يكلم أبوه ويخليه يكلم أخوه عشان يعرف منه المكان اللي هيجي فيه بالليل عشان ياخده من هناك، وبيديله التليفون اللي معاه. فبيفرح الولد جدا وبيكلم أبوه بسرعة. في لحظة التنفيذ بيبدأ مايكل يجمع الفريق بتاعه وبيروحوا على النفق، وبيقول لهم أن أول ما الكهرباء تقطع يبدأ الكل يتحرك، لأن هيبقى قدامهم 30 ثانية بس والنور هيرجع تاني بعد ما المحول يشتغل. لكن فجأة بيطلع الزعيم سكينة وبيحطها على رقبة ويسلر وبيهدد مايكل ان هو وتيباج اللي هيطلعوا الاول، فبيوافق مايكل وبيطلع الكل للنفق وبيستنوا ساعة قطع الكهرباء. وكان وقتها لينكون سرق اتوبيس نقل عام وخبط بيه عمود الانارة الرئيسي بتاع السجن، واول ما اتقطع النور قال مايكل للزعيم انهم يتحركوا فورا. بعد ثواني من حادثة الاتوبيس بتاعة لينكون اتقطعت الكهرباء عن السجن كله وبقت الدنيا ضلمة جدا، وبدأ الزعيم ومعاه تيباج بليك انهم يتحركوا، لكن مايكل والباقيين ما طلعوش. وبعد 30 ثانيه بالظبط رجعت الكهرباء مره تانية، واكتشف الحراس محاوله هروب المساجين وقدروا يسيطروا عليهم. اتصاب الزعيم برصاصه في كتفه اصابه شديده، حاول بليك انه يعترف من قبل حتى اول الم، لكن تيباج وقفه وقال له انه لازم يسكت عشان يقدر مايكل يتصرف. لكن في النفق سال ماهون عن سبب عدم خروجهم دلوقتي، بس مايكل رد عليه وقال له ان كل اللي بيحصل ده هو حسب الخطه. الحرس اخذوا بليك وتيبا
باج للتحقيق، وبعد كام بوكس كده اعترف بليك على مكان النفق واخدهم كمان لهناك، بس مايكل والباقيين كانوا هربوا. وهنا عرف بليك تيباج ان مايكل خدعهم واستخدمهم كطعم عشان يهرب في الزحمه. بدا المهندس العبقري والمجموعه اللي معاه يجروا في الغابه باقصى سرعه عشان يروحوا للشط، والحرس بتاع السجن كان وراهم، لكن صاحبهم سكر واللي عليه جزء مهم من الخطه اتقبض عليه، لانهم عرفوا ان الاسم اللي استخدمه عشان يتوظف في السجن هو اسم الراجل عليه قواضي سكر وشغب، وده طبعا عطله من الخروج او انه حتى يرد على لينكولن اللي حاول يتصل بيه اكتر من مره. لما وصلت المجموعه للشط حطوا الجزم بتاعتهم في صندوق تحت الرمل، واخدوا انابيب تنفس صناعي ونزلوا بيها تحت الميه عشان يعوموا لنقطه معينه محددها مايكل بالثانيه وبالمكان. ولما وصل الحرس للشط اكتشف ان المساجين فص ملح وداب، وما بقوش عارفين يحددوا المكان اللي هيهربوا ليه لان الشط فاضي ومفيش اي مراكب قدامهم في الميه حاليا. بس بعد تفتيش قدروا يلاقوا الصندوق اللي فيه الجزم بتاعتهم، وبلغ رئيس الحرس فورا على الجهاز انه محتاج يبلغ خفر السواحل عشان خلاص هو اتاكد انهم في الميه. بليك كان بيتضرب من اكتر من حارس في ساحه السجن قدام كل المساجين، وتيباك كان بيتفرج عليه وهو مرعوب. وبعد ما خلاص ما بقاش بليك قادر يصلب طوله، اخذ الحراس تيباك لاوضه التحقيقات، بس وهو في الطريق ليها وقع على الارض واكتشف الكتاب اللي كان بيبقى على طول موجود مع ويسلر، فاخده وحطه في جيبه من غير ما حد من الحراس ياخد باله. ولما راحوا بيه على اوضه التحقيقات كان في اللحظه دي سكر بيفرجوا عنه وهيروح، بس تيباك كان بيستعد عشان بيتعذب بالكهرباء في اماكن لا يمكن هيستحمل فيها الالم. بس فجاه شاف من الشباك بتاع الاوضه سكر وهو بياخد حاجته من الامانات قبل ما يمشي، فمسكوا الحراس على اخر لحظه. مجموعه مايكل ولينكولن طلعوا خلاص من تحت الميه وتعلقوا في طوافه كانت جنبهم، بس سكر ما كانش موجود، وبدا لينكولن يتجنن ويصرخ لانه ما كانش يعرف ان سكر اتقبض عليه وبيتعذب حاليا. فضلت المجموعه تستنى اكتر واكتر لغايه ما ظهر مركب من بعيد، قال لاعب السله ان دول خفر السواحل وخلاص اتقبض علينا، لكن طلع اللي سايق المركب هو ابوه اللي حس بان في مشكله وقرر ياخد مركب وينزل يدور عليهم في الميه، وفعلا قدر يلاقيهم ورجعوا كلهم للشط. وودع مايكل الولد وابوه واتحرك مع باقي المجموعه اللي كان فيها ويسلر مش قادر يدوس على رجله لانها اتلوت وهم بيهربوا من الحراس في الغابه. على الطريق لمح لينكولن عربيه وراه وحس انهم متراقبين. ما هو انسال ازاي الناس عرفوا مكانهم، فاكتشف مايكل ان السبب في الساعه اللي اخذها ويسلر من سوزان واخدها منه ورماها، وراحت المجموعه بعد مطارده قويه على الطريق للبيت اللي اجره لينكولن وسكر في حته مقطوعه في وسط الغابه، واستغل التسجيل اللي عمله لصوت الرصاص عشان يشغل عصابه سوزان ويهرب من الباب اللي ورا للبيت. وبعد كده اتصل بسوزان اللي اكتشفت الخدعه وقال لها على المكان اللي تيجي عشان تقابله فيه ويبدل ويسلر بابنه الجي. ما هو نقل للاخين ان دي اللحظه اللي هيسيبهم فيها ويكمل طريقه لوحده، بس لينكولن ما انساش طاره وقرر يقتل ماهون زي ما قتل ابوه قبل كده، بس اتشتت تركيزه لما كسر ويسلر الشباك وهرب، وواضح انه بيجري حلو على رجله وكان بيخدع الاخين، واخد عربيه من على الطريق وهرب منهم وسابهم واقفين مش عارفين هيعملوا ايه. لينكولن ومايكل بسرعه جريوا على عربيتهم وبداوا يجروا وراه، وبسبب زحمه المرور نزل ويسلر وبدا يجري على رجله ومايكل وراه طبعا. ولما اتاكد المسجون انه هرب من مايكل اخذ تليفون من واحده كانت ماشيه في الشارع، اتصل بسوزان وقال لها على مكانه عشان تيجي تاخده، بس ظهر لينكولن فجاه وضربه واخذ التليفون وكلم سوزان وقال لها انه هيكلمها عشان يقول لها على ميعاد ومكان التسليم. سوزان فضلت واقفه مع رجالتها لغايه ما جالها تليفون من مايكل نفسه، وكانت مبسوطة انها بتكلم العقل المدبر بنفسه، وقال لها تقابله في ميدان فرنسا بعد 5 دقايق وتكون لوحدها. ولما وصلت هناك شافت مايكل قاعد على كافيه وسألته عن ويسلر عشان يقول لها انه قاعد على بعد امتار قليلة علي منها. ولما سألها على الجي ظهر رجالتها على الشمال ومعاهم صوفيا والجي. في نفس الوقت كان في قناص تبع سوزان مركز على لينكولن اللي قاعد جنب ويسلر، بس اتفاجئت صوفيا ان لينكولن بياخد ويسلر وبيمشي بعيد، وبيبقى القناص مش قادر يتابع لانه خلاص اختفى في الزحمه. وهنا قال مايكل لسوزان ان دي ما كانتش لحظه تبادل، بس كان بيطمن على ان اللي يهمه لسه عايشين وهيتصل بيها كمان شويه عشان يقول لها على المكان اللي هيسلمها فيه ويسلر، وبيسيبها ويمشي. في الوقت ده كان رئيس حراس السجن عرف الشخصيه الحقيقيه لسكر وبداوا يهددوه ان هيتقتل لو ما قالش على مكان مايكل، لكن سكر كان رافض ينطق حرف واحد لدرجه ان الحرس اخدوه في المكان اللي كان بيحفر فيه القبور واداله جاروف وقالوا له اما انك تقول مايكل فين او تحفر قبرك بايدك، عشان يبدا سكر يحفر القبر فعلا ويرفض انه يتكلم.
ووصلت إنهم بدأوا يدفنوه حي فعلاً. وأول ما يأس إنه هيتكلم أمر رئيس الحرس إنهم يوقفوا اللي بيعملوه وياخدوه على سجن صنع عشان ينضم الباقي المساجين جوه. في نفس الوقت كان بليك مع تيباك جوه السجن، وكانت الفوضى منتشرة في كل مكان، وشاف تيباك الزعيم القديم المصاب مرمي على الأرض ومجموعة مساجين بتحاول تضربه، لكنه راح وأنقذه وأخده على أوضته القديمة. الزعيم شاف مساجين بيحاولوا يسرقوا حاجته لكنهم استهزأوا بيه ورفضوا يخرجوا لما طردهم، فخرج مسدس من مكان سري في الأوضة وهددهم بيه، فخرجوا بسرعة مرعوبين. وهنا طلب منه تيباك 50,000 دولار مقابل إنه يهرب من السجن لأنه هيديهم رشوة الحارس من حراس السجن، فاقتنع الزعيم بس مش عارف مين الشخص اللي ممكن يثق فيه عشان يجيب له الفلوس لغاية السجن، فاقترح عليه تيباك إن البنت حبيبته هي اللي هتجيبهم. ولما جاله تليفون بيقول إن البنت أخدت الفلوس بدأ يظهر المجنون على حقيقته، وعرف الزعيم على اللي ناوي عليه وطلب منه إنه يقتله بسرعة عشان يقتله تيباك فورا، ويطلع يقابل البنت في الزيارة وياخد منها شوية فلوس ويطلب منها إنها تاخد جزء منها وتعين الباقي وتستناه لغاية ما يخرج. وبيدخل تاني السجن وبيعلم موت الزعيم القديم وبيوزع الفلوس على كل المساجين وبيعلن زعامته على المكان. مايكل اتصل بسوزان من المتحف وطلب منها إنها تيجي تستلم ويسلر وتسلم الجي هناك، ولما راحت اكتشفت إنها مش هتعرف تدخل هي ورجالتها للمكان بسبب بوابات الكشف عن المعادن، وعشان كده أمرت رجالتها إنهم يسدوا كل المداخل والمخارج عشان يقتلوا مايكل وأخوه وابن أخوه أول ما التبادل يتم. وده برضو اللي كان عامل حسابه مايكل لأنه قصر الإزاز بتاع واحدة من الآثار اللي في المتحف. وبكده انطلق جرس الإنذار في كل مكان، وخرج مايكل مع سوزان والباقيين من مكان واحد كلهم، بس الحراس وهم بيفتشوا كل الخارجين اكتشفوا أثر مزيف في جيب ويسلر وطلبوا منه بطاقة الهوية اللي هي طبعا مش معاه، وعشان كده ادت سوزان الإشارة لواحد من رجالتها اللي بره انه يجي ويقتل الحارس، بس اتقبض على الشخص ده وبدأ الكل يجري في فزع، واتصابت صوفيا بالطلقة، لكن سوزان منعت ويسلر من انه يرجع لها واخدته ومشيت. لكن لينكولن راح عشان يلحقها ورفض انه يمشي، بس ابنه قال له انه يقوم ويمشي وهو هيفضل معاها ويطمنوا عليها. حاول مايكل في اللحظه دي انه يستغل الفزع بتاع الناس ويقتل سوزان عشان ينتقم لحبيبته ساره، لكنه ملحقش يعمل كده لان الحراس بتوع المتحف طردوهم وضربوا عليهم نار، بس قدروا يهربوا. ماهن راح على كافيه بعيد وطلب حاجه عشان يشربها وفضل قاعد يستنى حد معين، وفجاه دخل شخص مجهول من الباب التاني للكافيه ودفع ثمن المشروب بتاع ماهن وطلب منه يطلع بره عشان يتكلم مع ماهن. وبنتفاجئ ان الشخص ده هو ويسلر نفسه اللي بيعرض على ماهن انه ينضم للمنظمه اللي اسمها الشركه، بس ماهن قال لويسلر انهم لازم يتخلصوا من سوزان لانها الحلقه الاضعف بينهم، وطول ما هي عايشه مايكل هيفضل يطاردها ومش هيسكت الا لما يوصل لها، ولو وصل لها يبقى اكيد هيوصل لهم هم كمان. لكن ويسلر رد عليه وقال له ما تشغلش بالك بالتفاصيل دي، هتحب تنضم لينا ولا لا، عشان يوافق ماهن الاخر وبيروح معاهم هما الاثنين. مايكل ولينكولن راحوا على المستشفى عشان يطمنوا على صوفيا، وخرج لهم الجي وطمنهم عليها وقال للأبوه ان لما البوليس يمشي من عندها هيقدر يطلع لأوضتها ويطمن عليها بنفسه، لكنه كمان بلغهم رسالة من صوفيا بتقول لهم يروحوا شقتها ويشوفوا الشنطة اللي تحت السرير بتاعها لان في حاجة ليها علاقة بويسلر. لكن لينكولن ما كانش مهتم، بس مايكل بدأ يستفسر عن الموضوع ده، وراحوا للشقة واكتشف الشنطة اللي لما فتحها لقى فيها ملفات عن شخص معين، وقرر انه يكمل في طريقه عشان ينتقم لسارة حبيبته. حاول أخوه يمنعه من الطريق اللي عاوز يمشي فيه لكن إصرار مايكل أقنعه، وبيحضن الأخين بعض لأن كل واحد فيهم هيكمل في طريقه. وبكده بتنتهي أحداث الجزء الثالث من مسلسل الهروب من السجن. بنتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوش تقولولنا رأيكم في الكومنتات وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وتدعمونا أكتر بدوسة صغيرة على زر اللايك تحت الفيديو، ونشوفكم في حلقات جديدة ومسلسلات جديدة قريب جدا. مع السلامة.